أحلام زعيم إفريقيا مش بتقف طول ما وراه جمهور العظيم اللي يستاهل أحلى جايزة. ووراك يا أهلي فين ما تروح. And the top title winner is الأهلي. استقبال أسطوري. فريق عظيم، جمهور عظيم. حان بريدة وولاية جديدة. فارس وأسامة مع حارس الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي، قناتكم المفضله وبرنامجكم حارس الاهلي وسهره جديده. اتمنى ان شاء الله انها تكون مفيده. الحقيقه مش عارف ابدا منين ولا فين ولا فين، لانه الكلام كتير والموضوعات كتيره جدا، لكن ابدا بالشكر لجماهير النادي الاهلي في كل مكان. جماهير الاهلي اللي اول ما تقول لها اهلي تقول لك عينيا قلبي روحي، وهذا ما حدث في التصويت سواء على مستوى الأندية العالمية أو على مستوى أندية الشرق الأوسط. جماهير الأهلي تكتسح التصويت لأفضل نادي في العالم وأفضل نادي في الشرق الأوسط. هذا هو التصويت في الميدل إيست الشرق الأوسط. الأهلي 29.6، العين 22.8، الهلال 26.6، والنصر 20.9. وبالتالي طبقا للاستفتاء الجماهيري، جماهير النادي الاهلي كالعاده ودائما وابدا وبفارق كبير، طبعا الانديه المحليه لا وجود لها اصلا، يعني محدش بينافس الاهلي هنا محليا، لكنه بيتنافس هنا عربيا مع انديه كبيره وعظيمه مثل الهلال، مثل العين، مثل النصر. الاهلي هنا متفوق على الانديه العربيه. الاستفتاء على التصويت في على افضل نادي في العالم، الأهلي النسبة بتكون أكبر. الأهلي بيفوز بنسبة 32.9، متفوقا على بطل أوروبا ريال مدريد اللي جه في المركز الثاني 27.4، على مانشستر سيتي اللي جه بنسبة 10.6، بعدها جت بار ليفركوزن، أولمبياكوس، بوتافوجو ضمن المراكز اللي بعد كده بنسب متفاوتة. هو ده الأهلي وده جمهوره، ودائما وابدا اي حاجه فيها جمهور وانت مغمض قول اهلي، وانت مغمض قول اهلي. هي دي جماهير النادي الاهلي في كل مكان. فريق عظيم، جمهور عظيم، يعني الحقيقه الاثنين يفضلوا يغنوا لبعض اديله عمري وبرده قليل، فعلا قليل، على قصه الحب والعشق اللي ما بين الاهلي وما بين جمهوره. ادي النتيجه وادي الاستفتاء، لكن ماذا حدث اليوم في قطر هقول لكم، لكن بعد ثواني. النهارده كان وصول بعثة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب الرئيس المحبوب للنادي الأهلي إلى مطار الدوحة، مطار حمد الدولي، منذ قليل، وكان بصحبته المهندس خالد مرتجي اللي كان منورنا امبارح في لقاء يعني مطول، وأيضا دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة، والسيد طارق أنديل أعضاء مجلس إدارة. وسط استقبال أسطوري داخل وخارج المطار، يعني المسؤولين الحقيقة في قطر دائما وأبدا أفضل وأحلى استقبال للنادي الأهلي ولكل الفرق المصرية الحقيقة ولكل الفرق العربية اللي بتزور الدوحة. الحقيقة كل الاحترام دائما وأبدا، استقبال أكبر أكتر من رائع لبعثة النادي الأهلي داخل
المطار وخارج المطار، وجماهير الاهلي اللي عامله عظمه، عامله عظمه العظمه هناك الحقيقه في الدوحه، انتظارا للنادي الاهلي وامل كبير جدا في ربنا سبحانه وتعالى انه باذن الله يكون عندنا يوم جميل، يوم السبت يكون يوم سعيد. ادي البعثه، شفنا دكتور شوقي، كولر، محمد رمضان، سامي قمصان، جمال جبر، العميد علاء، وباقي افراد الجهاز الفني، ميشيل يانكون وكارلوس، وباقي بقى اللاعبين والدكتور احمد جبالله والجميع. وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله، ده الاستاذ ماهر هنا، جماهير الاهلي الرائعه اللي احتشدت الحقيقه للاحتفال بالنادي الاهلي. اسمع يا سيدي. طبعا دول اللي اتسمح لهم من الجماهير بالتواجد في هذا المكان فقط لا غير. وجماهير الاهلي الحقيقه دائما وابدا ملتزمه، يعني ما عندهاش مشكله في اي حاجه، ف يعني التزمت تماما بكل ما طلب منها. لكن الحقيقه رابطه الاهلي ليست في قطر فقط، ولكن في الخليج بالكامل، مع استقبال اكثر من رائع واكثر من معبر واكثر من جميل لنجوم النادي الاهلي، للاعبي النادي الاهلي، استقبال يعبر عن المحبه، يعبر عن الود، يعبر عن الامتنان ما بين الجميع، سواء من الجمهور للاهلي او من الاهلي للجمهور. دايما حاله من الحب وحاله من التفاؤل، يعني حاجه تسعد، يعني حاجه بجد الواحد بيشعر بالامتنان الشديد لهذه الجماهير المصرية العربية، لأن كثير منها أيضا من الجاليات العربية اللي بتعشق النادي الأهلي واللي بتقدر النادي الأهلي واللي بتنتظر النادي الأهلي. ده صحيح بيحط عيب، مش عايز أقول عيب، خلينا أقولها بالشكل الأفضل، اللي بيحط مسؤولية على يعني كاهل بعثة النادي الأهلي، لاعبي النادي الأهلي، بيحط عليهم مسؤوليات كبيرة جدا. بنبص باقي اللعيبة اللي موجودين، شغل لهم الأغاني الحقيقة، فرحة دايما تلاقي حس بفرحة وسعادة بلعبة النادي الأهلي، تحس بامتنان كده. وأنا الحقيقة بسترجع بالذاكرة كده وأنا لعيب صغير، أول ما كنت بطلع رحلة، كنا بنطلع رحلات في مباريات ودية في الكويت، أنا فاكر أظن كانت أول مباراة ودية لينا في الكويت، اللي لم تخني الذاكرة، كانت كلها بتحمل الطابع الرسمي. لكن دلوقتي ما في مرة الفرقة دي بتطلع إلا وهي بتنافس على بطولة، مرة كاس التحدي، مرة كاس أفريقيا، مرة كاس السوبر، مرة كاس العالم، مرة كاس أفريقيا، كل رحلة للخارج وهي بمنافسة على بطولة من البطولات.
وبالتالي زادت المسؤوليات، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق ان شاء الله. افكرك بقائمه النادي الاهلي اللي سافرت بسلامه الله محمد الشناوي وحمزه علاء ومصطفى مخلوف، وبالمناسبه مصطفى شوبير حط على الانستجرام كلمتين تمنى التوفيق ليهم وقال لهم البطل لا يليق الا بيكم يا ابطال، وكان نفسي اكون موجود معاكم. ومصطفى شوبير ان شاء الله بالتمام والكمال 10 ايام يعني مع عوده الفريق ان شاء الله ينتظم مع الفريق في المران. محمد الشناوي وحمزه علاء مصطفى مخلوف رامي ربيعه ياسر ابراهيم اشرف داري يوسف ايمن خالد عبد الفتاح اكرم توفيق يحيى عطيه الله كريم الدبيس عمر كمال كريم ندفد مروان عطيه عمرو السليه عمر الساعي احمد نبيل كوكا امام عاشور محمد مجدي قفشه حسين الشحات طاهر محمد طاهر بيرسي تاو رضا سليم اسامه ابو علي محمود كهربا ومحمد عبد الله. دي بعثة النادي الاهلي، في الولدين كمان الشابين موجودين يعني اتمنى مصطفى بالخير وسمير محمد معرفش قلت اسمه قلت اسمهم ولا لا. فادي الذهب ما يليقش الا بينا، كان نفسي اكون موجود. بالتوفيق يا رجاله ان شاء الله باذن الله. مصطفى كلهم رجاله وكلهم جدعان وكلهم ابطال، وربنا ان شاء الله يوفق يا رب ان شاء الله ونعمل مباراه جيده. هنتكلم كتير في المباراه، لكن تعالوا شويه نروح على تدريب النادي الاهلي اليوم. النهارده الاهلي اتمرن في ملعب مدينه نصر، ملعب حلو على فكره يعني الملعب كتدريب مش وحش، يعني الملعب كتدريب مش وحش. عمر كمال يوصل تألقه، العلاقه الطيبه ما بين اللعيبه وما بين الجهاز الفني. بص قال لهم انا مصاب اهو المساعد، على فكره كلهم بيحبوه الراجل ده بيحبوه جدا في الفرقه. دي الحاجات اللي هي الاحمائيه ما قبل المران، دايما بتعجبني جدا قصه الروح الجميله. ده الملعب بتاع التدريب. الملعب ده يا جماعه في مدينه نصر ولا في التجمع؟ مدينه نصر. ده ملعب نجيله طبيعي. ها ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ ملعب جديد ولا ايه؟ ما تقولوا لنا كده الحاجات دي ليه ما بنصورهاش وليه ما بنعرضهاش؟ اهو ده ملعب الناشئين في النادي الاهلي بعد تجديده، وانا كنت نشدت بالتجديد. ومعلوماتي ان ملعب التتش باين مغلق برضو، بيصلحوا فيه شويه بيجددوا فيه شويه. ده ملعب يليق باسم النادي الاهلي، ده ملعب يليق بالمباريات والمسابقات، ده ملعب يليق بالتدريب الفريق الاول لما يكون موجود هناك. هو ده الصح، ده المطلوب يعني، لانه كمان الناشئين لا يقلوا، وانت احتجته النهارده في التدريب للفريق الاول. لكنه في كل الاحوال النادي الاهلي النهارده تدرب قبل السفر في ملعبه في مدينه نصر، وجميل. عايز تمرن في التجمع، مصطفى شوبير ظهر في المران، لكنها كلها كانت تدريبات جري دون الكوره، وهنا الاصابه. وايضا علي معلول اتمرن تمرينته الخفيفه، وكريم فؤاد ومحمد هاني. كانت في فكره ان الرباعي هيسافر، ولكن كولر لمزيد من التركيز فضل انه يسافر باللعيبه اللي هي قادره على اداء التدريبات فقط لا غير، عشان ما يبقاش في خروج بره التركيز. ودي وجهه نظر تحترم جدا للمدرب كالعاده، العلاقه الطيبه اللي بتجمع ما بين كهربا وامام عاشور. عايزين نترجم ده بقى في الملعب يا شباب ان شاء الله الى اهداف والى تالق والى نجوميه، الحقيقه يستحقوها هما الاثنين. ادي النادي الاهلي وادي روح لاعيبه النادي الاهلي، الشباب موجودين. ادي تدريبات تاهيليه للساده اللاعبين المصابين على قدم وساق، يعني ده كابتن رضا النجار. ادي محمد هاني اهو الحمد لله بدانا نشوفه بيجري، مشهد ما كناش بنشوفه من زمان. وادي الحراس الشناوي وحمزه ومخلوف، وهاني ما شاء الله جسمه كويس يعني ما عندوش مشاكل في الوزن الحمد لله، لانه احيانا الاصابه بتضطر اللعيب انه شويه ممكن يزيد في الوزن شويه. واضح انه اللعيبه الحاله المعنويه والنفسيه بالنسبه لهم جيده. ببقى مبسوط جدا ومشيل يانكون بيكمل التدريب والجري مع اللعيبه، ده مهم جدا لما انت كحارس مرمى تحس ان مدربك فت كده ولياقته البدنيه عاليه. التركيز حسب مجالي من التمرين على اعلى 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 صوره، يعني على اعلى صوره او في افضل صوره، وده شيء برضو جيد بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. بالتاكيد عندنا مواجهه شديده الصعوبه،
سواء مع بوتافوجو أو فريق باتشوكا المكسيكي الفائز منهم. يعني أنا شخصيا بتوقع أنه بوتافوجو، ناس كتيرة بيرهنوني أنه فريق باتشوكا. أتمنى سواء هذا أو ذاك، يعني ربنا يوفق، بس النادي الأهلي إن شاء الله يكون في أفضل حالاته. الصورة دي بتقول في حاجة جيدة، حسين الشحات عنده حالة معنوية جيدة، هقول لحضراتكم ليه بعد شوية. السفر الوصول للمطار برئاسة كابتن محمود الخطيب اللي بيبقى حريص انه يستقبل البعثة كلها مع وصوله لمطار القاهرة. هو لسه ما زال بيعاني ببعض من آثار البرد، مع اللقاء مع النجوم، مع اللاعبين، مع أفراد بعثة النادي الأهلي. يا رب إن شاء الله تروحوا ترجعوا لنا بألف سلامة، وانتوا راجعين كده كسبانين ومبسوطين وفرحانين بأمر الله، وعاملين حاجة كويسة، حاجة تليق بالنادي الأهلي كما هي العادة، زي ما عودتونا دائما كولر وجهازه المعاون في استقبال كابتن محمود الخطيب الذي لا يتأخر على البعثة في أي وقت من الأوقات، ورضا المترجم لمستر كولر، ثم باقي اللاعبين، والاحترام والحب والعلاقة الطيبة اللي بتجمع ما بين رئيس النادي وأسطورتهم الحقيقة كابتن خطيب مع باقي بقى نجوم الفريق الحقيقة، وهم بيسعدوا جدا بوجود الكابتن خطيب معاهم. ادي بيس، وادي كوكا، وادي طاهر، وادي رامي، وادي كل اللاعبين الحقيقة، والجهاز الفني، باقي الجهاز الفني والجهاز الإداري والجهاز الطبي، ثم الصعود إلى الطائرة. يعني ما بنسيبلكوش حاجة، يعني أنت كأهلاوي في أي حتة في الدنيا بحب أجيبها لك بالصوت والصورة، عشان أنا عارف في ناس كتيرة جدا تحب تعيش مع ناديها، تحب تشوف الدنيا شكلها عاملة إزاي. جبنا لك من المران ثم إلى المطار ثم إلى سلم الطائرة، أدي بيرسي تاو، ودي كل النجوم، الشحات، الطبيب، باقي البعثة الإعلامية، و مصطفى مخلوف، مروان عطية، أبو الخير، محمد عبد الله، كل النجوم، سمير محمد، يوسف أيمن. حاب نعتذر امبارح لما قلنا البعثة كنا قلنا من غير يوسف أيمن، لكن تداركنا الأمر سريعا ووضحنا الأمر كان خطأ من عندنا إحنا، لكن يوسف منور البعثة، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق، ونتمنى لكل اللاعبين التوفيق يا رب إن شاء الله. سفرية صعبة، في مباراة صعبة، في مهمة شديدة الصعوبة، محدش أبدا يقدر يقول غير إنها مهمة صعبة جدا جدا، لكنها ليست مستحيلة على أبناء النادي الأهلي. والحقيقة كل الاحترام لقيادات مطار القاهرة الحقيقة، أدي المهندس خالد مرتجي، دكتور محمد شوقي، أستاذ طارق أنديل، وبالمناسبة الأستاذ محمد الغزاوي، طبعا بصحبة كابتن محمود الخطيب، بالمناسبة الأستاذ محمد الغزاوي والأستاذ محمد سراج، أو المهندس محمد سراج، هيمثلوا الأهلي في حفل الأفضل في إفريقيا إن شاء الله يوم الاثنين المقبل، وهيكون لي الشرف إن أنا أكون بإذن الله إذا ربنا أعطانا العمر، يعني إن أنا أكون متواجد هناك. وهقول لك شوية كده عن هذه الاحتفالية أو الجوائز، عندي بعض كده الكواليس هقول لحضرتك إذا أتيحت لي الفرصة، أقول لك الدنيا وصلت لحد فين في جائزة أفضل نادي، في جائزة أفضل لاعب، إذا أتيحت لي الظروف هقولها بإذن الله. بعد كده خلاص ربط الأحزمة والاستعداد للإقلاع، وبعد الإقلاع وريتكم أنا الوصول وخلية العمل بتبدأ من الطيارة، كله بيبدأ الشغل من الطيارة. محمد رمضان الحقيقة وإشادة ما بعدها إشادة بعمله، والحقيقة ضبطه وربطه زميل جمال جبر مدير المركز الإعلامي، وكان طبعا كابتن سامي أنصان، ميشيل يانكون، وكارلوس، ماهر عبد العزيز الإداري، سنوات طويلة جدا ماهر في الفريق الأول للنادي الأهلي، دكتور جوالة، رضا، كل الناس، في وجوه أحيانا ما بتبقوش عارفينها، يعني واجبنا إن احنا نعرفكم كل الأسماء، وزميلنا العزيز فاروق صلاح مرافق للبعثة يعني هناك إن شاء الله، وهنكون موجودين معاكم خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله لمتابعة كل الأحداث وكل
اللقاءات وكل الانفرادات ان شاء الله. كابتن الفريق ونجمه كابتن محمد الشناوي حارس مرمى مصر وحارس مرمى النادي الاهلي، النجم الكبير عمرو السولية والشباب، والوصول هناك بقى الى قطر والاستقبال بالورود والزهور كما هي العاده مع النادي الاهلي وكما هي عاده الاخوه الاحباب في كل انحاء العالم العربي وخصوصا في منطقه الخليج، والحب والاحترام والود للنادي الاهلي صغارا وكبارا في استقبال النادي الاهلي واستقبال بعثه فريق النادي الاهلي. اعتقد نقلنا لكم السفر، نقلنا لكم التدريب والسفر والوصول والورود والحب والاستقبال وكل شيء جميل خاص بالنادي الاهلي. لم يتبقى فقط الا توفيق المولى عز وجل والنجاح بقى، يعني دعواتنا ودعواتكم جميعا للنادي الاهلي. اخيرا ده استاد 974، وهو تسمى 974 لسببين، انه عدد الشاحنات التي استخدمت في بناء هذا الاستاد 974 شاحنه اللي انتم شايفينها قدامكم دي، بالاضافه الى ان الكود بتاع قطر لما تيجي تفتح المفتاح الدولي هو 974، فجمعوا ما بين الحسنيين. دي الشاحنات اللي كانت فكره جميله الحقيقه ولطيفه، حتى الاسم نفسه جديد لانه بدانا نشوف اسماء حتى القنوات نفسها، حتى الانديه نفسها بقت تلاقي قناه السي بي سي، النادي زد، حاجات اللطيفه الجميله، ملعب من الملاعب الجميله جدا، ملعب من ملاعب كاس العالم. والله الواحد نفسه يرجع يلعب تاني، نفسي ارجع العب تاني. الاجواء الجميله والحلوه لراي ام كلثوم، الليالي الحلوه والشوق والمحبه من زمان والقلب شايلهم عشانك يا اهلي. كانت لازم تكمل ام كلثوم كده بكلمه اهلي وجمال الاهلي ومتعه النادي الاهلي. الاهلي متعه، الاهلي جمال، الاهلي احترام، الاهلي نظام، الاهلي انتظام، الاهلي مبادئ، الاهلي المنديالي. اهلا بحضراتكم. طيب النهارده الحقيقه كان التصويت على اختيار قائمه المهندس هاني ابو ريده لاداره وقياده الاتحاد المصري لكره القدم الفتره المقبله. قائمه المهندس هاني ابو ريده بتضم رئيسا وخالد درندلي نائبا بقى مع حفظ الالقاب للجميع، واحمد حلمي الشريف، محمد الشربيني، مصطفى ابو زهره، طارق ابو العينين، وليد عبد الجواد، محمد ابو حسين، وإناس مظهر. دي القائمة اللي هتقود اتحاد الكرة بدءا من اليوم، هي اللجنة الأولمبية بتصدق غدا أو بعد غد على هذا الاختيار، ثم يدعو المهندس هاني أبو ريدة إلى أول اجتماع ويقول لنا قصة هتبقى عاملة إزاي. من أهم الحاجات النهاردة أنه الجمعية العمومية رفضت طلب انضمام 61 نادي جديد إلى عضويتها لأنهم ما تجاوزوا، يعني لم يكونوا مطابقين للمعايير. اعتمدوا الميزانية السنوية لاتحاد الكورة، وافقوا على عقد جمعية عمومية في شهر مارس لتعديل بعض بنود اللائحة. معرفش لائحة ايه اللي هتتعدل، ما نلحقش نعدل يعني. ادي السادة الافاضل، ده طارق ابو العينين، إناس مظهر، وليد عبد الجواد، محمد ابو حسين، طبعا مهندس هاني ابو ريدة، احمد حلمي الشريف، خالد الدرندلي، مصطفى ابو زهره، دول اللي متواجدين في الصوره. مش شايف محمد الشربيني وكان عنده مشكله كده في رجله، ورب يكون بقى بالسلامه ان شاء الله. اللي على شمال المهندس هاني ده الاستاذ احمد حلمي الشريف، ثم خالد درندلي، ثم مصطفى ابو زهره، ثم طارق ابو العينين، ثم إناس مظهر، ثم وليد عبد الجواد ومحمد ابو حسين. فعلا غاب محمد الشربيني او حماده الشربيني بسبب كان عنده اصابه في رجله، ان شاء الله يقوم بالسلامة. ودي يعني الإدارة الجديدة للكرة المصرية اللي بنأمل ونتأمل وإن شاء الله بنتعشم إنه يقدموا كل ما هو مطلوب منهم لصالح كرة القدم المصرية. المهندس هاني أبو ريدة عمل ريمونتادا بلغة كرة القدم، يعني 2019 بيرحل مجلسه أيا كانت طريقة الرحيل، لكنه رحل عقب الخروج من بطولة الأمم الإفريقية اللي كنا بننظمها في مصر، وعاد منفردا. يعني المجلس كله
خرج وعاد المهندس هاني ابو ريده منفردا كرئيسا للاتحاد. مش مهم، المهم انه رجع، والمهم انه عليه الحقيقه اعباء كتيره جدا، ويعني يعني احلام كتيره جدا ناس بتنتظرها من مجلس اداره برئاسه المهندس هاني ابو ريده. معرفش في جمعيه عموميه في شهر مارس عشان تعديل بعض بنود اللائحه، مع ان اللائحه دي اعتقد انها جديده. هاني ابو ريده شكر جميع اعضاء الجمعيه العموميه وعدهم بالعمل مع مجلس الاداره الجديد على تطوير الكره المصريه وعودتها للرياده. قال الظروف صعبه، المهمه تقيله، قدامنا عمل كبير عشان التطوير، مش هنبخل باي جهد. قال باب اتحاد الكره مفتوح امام الجميع من اجل مصلحه الكره المصريه، وهنحاول نعالج السلبيات. مصطفى ابو زهر قال بدانا العمل بالفعل في عدد من الملفات وفقا لرؤيه مجموعه العمل، اعدت الهيكله الاداريه داخل الاتحاد، صياغه علاقتنا بالفيفا والكاف في وجود قامه مثل المهندس هاني ابو ريده، هنطور ملف التحكيم، تطوير المسابقات المحليه، مسابقات الناشئين، اكتشاف وتطوير المواهب طبقا لرؤيه واضحه، العداله بين جميع الانديه ومساعدتها وتفعيل دور اللجان المستقله اساس نجاح الاتحاد. طارق ابو العينين قال هنعمل في المجلس على الاستفاده من كل الموارد والفرص المتاحه واستغلالها في تطوير كل النواحي الخاصه بالكره المصريه. قال عندنا كتير من الخطط والافكار الاستثماريه اللي هنطبقها داخل الجبلايه خلال المرحله المقبله من اجل تطوير الاتحاد لخدمه كافه عناصر اللعبه في مصر. لكن عموما عندنا تقرير من داخل الجمعيه العموميه نشوف احلامهم طموحاتهم قالوا ايه بيفكروا في ايه. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. في ملفات مطروحه وتحديات كبيره جدا، يمكن اهمها المنتخبات ولا سيما المنتخب الاول. عندنا السنه الجايه كاس امم افريقيا 2025، عندنا بقيه تصفيات كاس العالم، عندنا ان شاء الله كاس العالم، عندنا برضو على مستوى المحلي عندنا يعني عايزين مزيد من توثيق العلاقه والتواصل ما بين الانديه واتحاد الكوره. برضو مستقبل الرابطه لغايه دلوقتي بالنسبه لنا غامض، الرابطه الجديده لم يتم انتخابها، وكان في كلام ان هو مش هيبقى فيه رابطه. العلاقه ما بين الرابطه والاتحاد والحدود والضوابط في الاختصاصات، وطبعا الملف المهم جدا ملف التحكيم ان شاء الله يوصلوا قرار فيه كويس باذن الله لصالح الكره المصريه. يعني كان في مشاكل جامده جدا الفتره اللي فاتت، مشاكل في المسابقات، مشاكل في معايير، اعتقد ان المهندس هاني ابو ريده عارفها كويس، وهو طالع يعني عنده خبرات كبيره جدا، يعرف يعني ايه معايير ويعني ايه مؤسسات منضبطه. اعتقد ان الفتره اللي جايه هتلاقي شويه حلول، مش حلول كامله لان المشاكل كانت كبيره، انما اللي انا باكد عليه احنا في ظهره وهنعمل له اي حاجه تنجح المنظومه. لازم يبص لكره القدم من منظور اكيد هم حاسينه ان هو يعني انا عايز ايه اكتر من كده، اجماع وتزكيه وخبرات سابقه ومعرفه بكل مشاكل الكره المصريه. ليس امامهم إلا أن يعملوا، ليس أمامهم إلا أن يطبقوا الصح، وإن هم يعتبروها أنا رأيي الفرصة الأخيرة لوضع كرة القدم المصرية في المكانة التي تستحقها. إحنا مهتمين جدا بحضور الجمعية العمومية، ويعني دي كانت من الاهتمامات اللي النادي النصر خاصة كان مهتم يحضرها على أساس نزكي قايمة المهندس هاني أبو ريدة، لان احنا عندنا امل فيه كبير قوي، امل كبير قوي. راجل عقليه دوليه منظمه، والمجموعه اللي معاه انا شايفهم كلهم عندهم من العلم في هذا المجال، هيضيف كتير للكره المصريه. واللي اتمناه ان هو نظره لدوري الممتاز به، حطوا لنا في النص دوري المحترفين، يعني لازم يكون فيه جديد، لان دوري المحترفين حجب عننا احنا كممتاز به صعود للممتاز مباشر. جميع الاعضاء اتكلموا على مشاكل الانديه الشعبيه والجماهيريه، اتكلمنا على ضروره اقامه الجمعيه العموميه الغير عاديه اللي هي بتنادي بتعديل اللائحه بالنسبه للانديه، بيتكلم عن احتياجات الانديه الجماهيريه لدعم اتحاد الكوره في المستقبل.
لان ده مستقبل الكوره في مصر، ان الشكل الجماهيري، واحنا عارفين الجمهور ده اول حاجه بنحطها، اللي هو اللاعب رقم واحد بالنسبه للعبه. رغم انها القائمه الوحيده المرشحه وانها وفقا للقانون هي تزكيه، لكن اللائحه بتشترط حضور نسبه معينه، هذه النسبه تجاوزت النهارده 94% من الحضور، وده دي رساله اولا دي وسام على صادرنا جميعا وتاج على الرأي وعلى الرؤوس، لكن ده بيدي رساله ان الناس يعني على درايه كبيره جدا بمسؤوليه القائمه ومسؤوليه المجلس الجديد في الذي يتطلع اليها، وده بيحملنا مسؤوليه في ان احنا نؤدي الاداء المختلف. زي كده ما الافاضل اعضاء الجمعيه العموميه من رؤساء ونواب رؤساء الانديه قالوا عندنا امل كبير جدا في المهندس هنا بريده، احنا كمان عندنا نفس الامل ده ان ربنا ان شاء الله يوفقه هو وقائمته، لانه ده مش وقت كلام ومش وقت وعود، لا ده وقت شغل وشغل وشغل، وانه تطهير وتنظيف وابعاد كل الفاسدين اللي بيحاولوا يعودوا من جديد للساحه، لابد من طردهم وابعادهم تماما عن كل المجالات بقى، كره القدم، الشاطئيه، الصالات النسائيه، كل المجالات دي، عشان نبقى شغالين على نظيف ان شاء الله. النادي الاهلي كان تقدم بالتهنئه للمهندس هاني ابو ريده الحقيقه، وتمنى له التوفيق في الاربع سنوات القادمه، يعني بالتاكيد الكل عنده امل زي ما قلت لحضراتكم في المهندس هاني ابو ريده، وكتير جدا من الانديه النهارده يعني برقيات تهنئه لهذا الرجل، وامل ان شاء الله في ما هو جيد بالنسبه لصالح كره القدم المصريه. اللي كان بيغطي الانتخابات كان زميلنا العزيز كريم احمد، واللي كان بيغطي التدريب ايضا كان زميلنا العزيز محمد توفيق، وانا بكون حريص يا جماعه على ذكر اسماء زملائنا المراسلين، لان هم الحقيقه دول دراعتنا، يعني هم دول ايدينا ورجلينا وعينينا كمان، هم اللي يعني بيعملوا لنا كل حاجه، بنشكرهم شكرا جزيلا يعني. طيب هقول لك خبر مهم جدا، وهو ان النادي الاهلي خاطب رسميا اتحاد الكره المصري بفتح باب القيد بدءا من 1/6 حتى 10/6 حتى يتسنى له ضم لاعبين استعدادا لبطولة كأس العالم التي تقام في يونيو من العام المقبل. تاني برجع بأكد لحضرتك هذا الخبر، رسميا النادي الأهلي يخاطب اتحاد الكرة المصري بضرورة فتح باب القيد في المدة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم كفترة استثنائية للأندية المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، عشان يقدر يضم لاعبين يكونوا موجودين معاه في بطولة كأس العالم بإذن الله. أدي النص الأولاني من الخبر. النص الثاني اللي أنا كنت قلت لك عليه، موضوع الأعراض وقصة الأعراض والحاجات دي يا جماعة، ده موضوع مش موجود في النادي الأهلي. النادي الأهلي لما هيضم وهيضم، برجع تاني بقول لك، لأنه الناس الحقيقة بتاخد كلامي بتاخده بطريقة يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، فحضرتك الله يخليك كمل الآية للآخر. أنا قلت وما زلت بقول، رغم إن البعض يعني رد عليا إنه القيد الشتوي بيبقى أصعب شوية، القيد الصيفي بتبقى يعني الحصيرة واسعة على امتدادها، القيد الشتوي بيبقى العدد قليل شوية، ممكن تنجح جدا في لعيب زي أسامة أبو علي أو غيره من اللاعبين، لكن دايما القيد الصيفي فترة القيد الصيفي بتبقى أوسع شوية، فالأهلي بيخطط سواء كان في يناير أو في يونيو بإذن الله لضم ما لا يقل عن عدد 4 صفقات لصفوف النادي الاهلي، لم يتم تحديد هذه الصفقات حتى هذه اللحظه. في اسماء كثيره جدا مرشحه وبتعرض على مستر كولر، كولر مش هيتحرك مش هيتكلم الا ان شاء الله لما يخلص القصه بتاعه التحدي دي بامر الله، الماتش ده اذا ربنا اذن لنا وكسبنا ووصلنا الفاينل يبقى ما بعده بامر الله، فربنا ييسر الحال والدنيا تمشي بشكل جيد. لكنه الأهلي للمرة الثالثة بقول لك خاطب اتحاد كرة القدم المصري من أجل فتح باب القيد في 1 يونيو المقبل حتى 10 طبقا لقرار الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم، عشان الأهلي يقدر يضم لعيبة
يكونوا على مستوى الحدث العالمي الكبير وهو كأس العالم للأندية. ما تردد عن ضم الأهلي لعدد من اللاعبين على سبيل الإعارة في هذه الأيام هو خبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، عشان القصة تبقى واضحة بالنسبة لكم في هذا الأمر. بناتنا فازوا على فريق فيلدوكار السنغالي 61-46 وتأهلوا إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا، تصدروا بالعلامة الكاملة، فازوا على بطل نيجيريا وبطل الكاميرون وبطل السنغال، دينا عمرو، ريم موسى، رنيم الجداوي، مرال أشرف، تمارا نادر السيد، نادين سلعاوي، يارا أسامة، فريدة وائل، بريانا ماركيز، نديوما كان، دياشا فير، ومدجين سيني. دول بناتنا اللي موجودين والنهاردة اللي فازوا بهذا اللقاء. ربنا يكرمهم يا رب إن شاء الله. وعندنا حاجات كتيرة جدا عن كرة الصلاة هنقول لحضراتكم من خلال لقائنا. خلينا أخذ بعض الأخبار السريعة. نادي الزمالك أعلن إصابة محمود بن تايك الظهير الأيسر، لعيب كويس قوي الحقيقة، أصيب ب يعني نقدر نقول خلع أو إصابة عنيفة في مفصل الكتف ما بين الترقوة واللوح بتاع الكتف، هيغيب حوالي 4 أسابيع. إن شاء الله يرجع بألف مليون سلامة إلى الملعب. سلامة اللاعبين في كل الأندية بتهمنا جدا جدا جدا. في الزمالك لم تكتمل الجمعية العمومية اللي حضروا، كان 2677 عضو، كان يجب حضور 10,000 عضو. اللي عرفوا مثلا في النادي الأهلي بيبقوا 5,000 عضو، لكن يبدو أن كل لائحة حسب ظروفها يعني، وبالتالي تم تكليف مجلس الإدارة باختصاصات الجمعية العمومية، لكن الميزانية والحساب الختامي بيتم إرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات. في نادي بيراميدز تأكد بشكل رسمي غياب محمد رضا بوبو وبلاتي توريه عن الفريق في مواجهة الترجي. الاثنين خضعوا لأشعة في أحد المراكز الطبية في تونس. بوبو عنده تمزق في العضلة الأمامية، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، وبلاتي توريه أيضا تمزق في العضلة الخلفية وهيغيبوا بشكل رسمي. يا جماعة موضوع التمزقات بقى دمه تقيل قوي، يعني موضوع التمزقات بقى بزيادة وبقى يخض، ومش في مصر بس، لا في حوالي العالم، بل انه موضوع الرباط الصليبي زاد جدا. سمعت صديقنا العزيز طارق الأدور بيقول انه اوروبا فيها في الفترة اللي فاتت بس، ده على ذمة طارق الأدور، 49 حالة رباط صليبي. يعني ريال مدريد لوحده فيه 2 أو 3 رباط صليبي، فأرقام بالجملة وتخض وتخوف يعني. مع ان هناك بقى احنا هنا بنشتكي من الملعب وسوء الملعب والأرضية، هناك كل حاجة 100 فل و14. هل هي أحمال؟ هل هي حاجات احنا مش عارفينها؟ هل هو تدريب زيادة؟ هل هو عدد ماتشات زيادة؟ هل هو ضغط على، أنا الحقيقة مش دكتور، وسألت كتير من الدكاترة والإجابات كانت متنوعة بالنسبة لي ما ريحتنيش يعني. لكنه موضوع الإصابات بقى زيادة جدا، عدد الماتشات بقى كتير جدا جدا على اللعيبة حول العالم يعني. نادي الإسماعيلي أعلن قائمته لمباراة حرس الحدود، أحمد عادل وكمال السيد وعبد الله جمال، محمد نصر، عماد حمدي، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، هشام محمد ومحمد حسن ومحمد بيومي، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عمر القطة، علي الملواني، إبراهيم عبد العال، مروان حمدي، نادر فرج، إريك تراوري، خالد النبريسي، محمد زيدان. نادر فرج ده لو خد باله من نفسه ده حاجة جميلة ولعيب له مستقبل. محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي وصل إلى ألمانيا للإطمئنان على الرباط الصليبي قبل المشاركة في التدريبات، ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع بألف سلامة. أما ميدو جابر نجم النادي المصري خضع لفحوصات طبية جديدة قبل تحديد حجم الإشاعة، حجم الإصابة اللي كانت في مباراة بلاك بولز، كان عنده شرخ في المشطية الخامسة، هو كان سجل الهدف، وبالتالي هيغيب على الأقل عن 3 إلى 5 مباريات. في كرة السلة الأهلي فاز على الجزيرة في إياب المرتبط 84-72. الأهلي الحقيقة بدأ يستعيد عافيته، كان فاز في مباراة الذهاب 83-72، النتائج قريبة من بعضها. في كرة السيدات الكرة النسائية الزمالك فاز على الاتحاد السكندري ب9 أهداف مقابل لا شيء. كالعادة نجمنا المتألق محمد صلاح بيقود ليفربول إلى الانتصار. ف
فاز على جيرونا الأسباني وضمن نهائيا التأهل والصعود. فاز بضربة جزاء سجلها محمد صلاح. يا أعصابك يا صلاح، يعني ضيع بينالتي في أظن في الدوري ولا أمام ريال مدريد، أمام ريال مدريد، لكن الحمد لله ليفربول فاز وبعدها طول سدد وبعدها كمان سدد. هذه هي الثقة في النفس الحقيقة، وكل الأمنيات يا رب بالتوفيق. عندي النهاردة خناقة، وأنا بصراحة جاي أتخانق، يعني بقالي كتير كده ما اتخانقتش، فعندي خناقة جامدة مع أسامة وفارس، وعندنا موضوعات وحكاوي. وبقى أنا عايزكم بقى مرة تعالوا في صفي، يعني مرة كده في الرسائل خليكم في صفي، خليكم جدعان، يعني احنا بنوصل الليل بالنهار عشانكم، ما بيجوا مرة في الأسبوع، أنا شغال طول الأسبوع، والأسبوع ده شغال معاكم وشغال معاكم الماتش إن شاء الله بتاع الأهلي وبوتافوجو بأمر الله، ربنا يكرمنا يا رب إن شاء الله. فإيه عايز قرص بقى النهاردة شديد شوية، عايزين نعمل حاجة ونطلع أحلى حاجة من أسامة وفارس، والهاشتاج موجود معاكم النهاردة، ابعتولنا وهناخد كتير جدا من أسئلة حضراتكم النهاردة. كل ما يدور في ذهنكم من تساؤلات وأسئلة هيكون موجود في لقائنا الأسبوعي مع فارس وأسامة، لكن بعد الفصل. خرج رسميا من قائمة الحكام الدوليين الكابتن محمد عادل والكابتن إبراهيم نور الدين. قائمة الحكام المصريين حكام الساحة للموسم الجديد جاءت كالتالي: أمين عمر، محمد معروف، محمود ناجي، محمود البنا، محمود بسيوني، حمادة القلاوي، وأحمد الغندور. وفي السيدات او في البنات شهند المغربي ونورا سليم. وبعد شويه هقول لكم نورا سمير، اسف، هقول لكم بعد شويه مين هم حكام الساحه وكره الصالات وباقي الحكام. بالتوفيق للمجموعه ونتمنى لهم التوفيق يا رب ان شاء الله الفتره القادمه. عندي خناقه على الهواء، انا بقول لكم رسمي وعندي خناقه ولازم اطلع كسبان وانا الحكم من الاخر اهو. شوف بقى، شفتوا الافتراء بقى النهارده عامل ازاي، ومعايا اتنين من حبايبي. فارس مساء الفل. مساء الفل يا كابتن شوبير، وحضرتك كده كده كسبان مقدما، احنا مش هنتعب قلبنا. انت من ما هو عشان كده 1-0 يا كابتن. احنا نحاول نعوض في الحلقه. لا مفيش تعويض، مش كمان تعويض. طيب ايه، انت تحاول تعمل تمثيل مشرف. خلاص اسامه يحاول يعوض، انا تمثيل مشرف. انت تعمل تمثيل مشرف، خليك بس معايا كده عشان اقول تمثيل مشرف. اه تمثيل مشرف. تمثيل منوره فارس. اسامه مساء الفل. كابتن هقول لك 1-0. ايوه 3-0. انا بحبك يا اسامه. مفيش رومنتادا كده. جدع ده، بقول كلام زي الفل يعني. منوره اسامه. منورين النهارده ويوم جميل، ربنا يا رب يكرمنا ان شاء الله. فارس، شكل الاستقبال جمهور النادي الاهلي، عندي حاجتين هذا الجمهور العظيم بجد. انت لو تاخد بالك من الافنتتر النهارده هم كانوا 4 كلمات، ممكن اعيده تاني. الناس استغربت، مفيش، لانه جمهور استفتاء عالمي انا معاك، شرق اوسط انا معاك، افريقي انا معاك. ف
ان تفوز بهذا الاستفتاء الجماهيري، وانه اي حاجه الحقيقه فيها نوع من انواع اللجوء لصديق وهو الجمهور، او لجوء لعزيز، او لجوء لسند، او لجوء لظهر زي ما انت عايز تقول، قول جمهور الاهلي دائما وابدا. ادي واحد. اثنين، الاستقبال الرائع للنادي الاهلي في كل مكان وخصوصا اليوم في الدوحه. ده حقيقة كابتن شوبير، يمكن لحظات بيعيشها النادي الاهلي وجمهوره هي للتاريخ فعلا. انا بشوف ان اللي حاصل دلوقتي، انا بقول لجمهور الاهلي انتوا بتتوجوا مجهودكم جدا. ايوه، انت زيك زي اللاعب، زيك زي مجلس الاداره، زيك زي المدير الفني، انت ليك دور، انت احد اطراف منظومه النادي الاهلي. نعم. فاللحظه دي انا بشوف ان الجمهور بيتوج مجهوده. أيوة. لحظه اللي النادي الاهلي بيفوز فيها في الاستفتاء الكبير جدا لجمهور النادي الاهلي، عمل فيه مجهود يشكر. نعم. عليه، فده عظيم. هاتوا لنا بقى كل الكواليس اللي كانت موجوده، والموتوسيكلات والخيل والحواديت والقصص كلها، لان دي الحته اللي سمحوا بس للجمهور ان يبقى موجود فيها، ومع ذلك الناس التزمت واستجابت تماما. اتفضل يا فارس. علام النادي الاهلي. نعم. المشاعر، استقبال جمهور النادي الاهلي في قطر والامارات، في جمال كده، والسعوديه. نعم. دايما يا كابتن شوبير. نعم. الناس بتحاول تبدع. هو مش بس الجمهور بيستقبل فريق في المشهد اللي انا شايفه ده. نعم. ده الجمهور بيبدع. نعم. الجمهور بيحاول ان كمان زي ما جوه المدرج بيكون ليه ابداعاته، وهو بيستقبل الفريق كمان بيكون ليه ابداعاته، كعاده النادي الاهلي غير تقليدي في اي حاجه. نعم. كل حاجه جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي بيعملها دايما بتكون مختلفه. ودي بصمه جمهور النادي الاهلي المختلفه. استقبلونا قبل كده، استقبلوا النادي الاهلي في ظروف كورونا. نعم. استقبلوا النادي الاهلي في ظروف صعبه، استقبلوا. نعم. النادي الاهلي في مناسبات في دول مختلفه، وفي كل مره رساله جمهور النادي الاهلي بيسيبها، بيسيب المشهد الجميل ده. نعم. بيسيب المشهد المخلص ده، بيسيب المشهد المنتمي ده، بيسيب المشهد ان حق كل اهلاوي النهارده يشوف نفسه في الجمهور ده. يشوف نفسه على السوشيال ميديا، يشوف نفسه في مدرج، يشوف نفسه في قطر، يشوف نفسه في السعوديه، يشوف نفسه في الامارات، يشوف نفسه في كل دوله بيروحها النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بيقول ان هو فعلا حمايه. طيب انا ماليش في الترندات، انتوا عارفين القصه. بس النهارده انا نفسي فعلا يطلع جمهور النادي الاهلي والترند. طبعا. يعني الحقيقه على ما قد بص الجمال. الله يكرمكم يعني. وايه ده؟ هو ايه اللي ايه ده؟ ايه ده يا سما؟ مستنيينها من زمان. من ايام اليابان، وده حقيقي. الوضع اللي احنا فيه حاليا احنا مستنيينها قوي من زمان. ومن ايام اليابان مستنيين نصل. لازم تطلع الست دي النهارده زي ما بقول لكم. كده والله العظيم مليئة. انا هم عارفين، بس الناس دي واللي عاملاه ده حاجه تحفه يعني. اتفضل يا سما. بص يا كابتن، هم الحقيقه يعني في كل وقت بيوصل فيه النادي الاهلي لاداء مباراه خارج الحدود او. نعم. فحتى جوه مصر. جماهير النادي الاهلي بتروح تحتفل بالنادي. والحقيقه اللي بيحصل عكس، ان النادي عاده هو اللي بيحتفل بجماهيره. دايو. وده اللي حصل. أيوه. اكتر من مره، وتحديدا في قطر. النهارده الاستقبال بالبلالين الحمراء، الاستقبال اللي شفناه على الشاشه، يعني والله الست اللي بتهتف الفاضله دي بفكره ان احنا مستنيينها من يابان، وهي بترجع ذكريات فعلا كأس العالم لليابان مرة أخرى. نعم. عندنا مباراة صعبة في نصف النهائي، لكن لسه عندنا الحلم. ويمكن الزميل العزيز فيصل زيدان ختم يعني التقرير بتاعه بجملة جميلة جدا، الأهلي لا يعرف المستحيل. نعم. ليه الأهلي لا يعرف المستحيل يا كابتن؟ عشان وراه جماهير زي دي. نعم. هي دي الجماهير اللي بتخلي النادي الأهلي لا يعرف المستحيل. في كل نادي جماهير النادي بتكون رقم 12 في العالم. في. نعم. النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي على مدار تاريخه هو رقم واحد دايما في فريق النادي الاهلي. نتمنى باذن الله، باذن الله الاستقبال الحافل ده يعني يعود بدفعه معنويه وتركيز شديد من. نعم. اللاعبين، عشان فعلا نحتفل مع الجمهور. وبدل ما يبقى الشناوي اللي بيهدي ميداليه برونزيه في قطر، وانا. نعم. لسه متذكر المشهد لما خدنا برونزيه كاس العالم للانديه في قطر، يبقى اللاعبين بيهدوا ميداليه اعلى من البرونزيه ان شاء الله لجماهير قطر، ونقول لهم ان احنا مع كل بطوله، مع كل عام بيكون طموحاتنا اكبر، ودايما يا رب الاهلي ما يعرفش المستحيل. بالمناسبه ريال مدريد بيلعب دلوقتي مع اتلانتا، وكان امبابي سجل هدف رائع ولكنه اصيب وخرج، ونجح اتلانتا في التعادل بضربه جزاء، وكان ليفربول فاز على جيرونا بهدف لنجمنا محمد صلاح. خلينا اريحك في قصه ريال مدريد دي، لو ان شاء الله اذا رحنا ريال مدريد خليني معاك في الاستوديو، انا وشي وحش على ريال مدريد.
وشك وحش هيجي عشان وشه وحش. انت جاي لي عشان وشه وحش؟ عارف عارف كوهيني انا يا ولد ساعات هو انا قاعد عشان وشه وحش. وشه وحش وبوقع ريال مدريد. انت طلعت معايا حلقه الا وريال مدريد غلب. ربنا يكرمنا نكسب بتفوق يا رب ان شاء الله. تاني القائمه الدوليه يا جماعه للحكام، وانتم بتتابعوا هذا الاستقبال الحافل لبعثه النادي الاهلي في قطر. امين عمر ومحمد معروف ومحمود ناجي ومحمود البنا ومحمود بستوني وحماد القلاوي واحمد الغندور شاهندة المغربي ونورة سمير. اما المساعدين فمحمود ابو الرجال، احمد حسام طه، يوسف البساطي، احمد توفيق طلب، سمير جمال، سامي هلهل، محمد مجدي سليمان. المحكمات يارا عاطف، جمالات احمد، مي حسن، وامال حسن حسين. اما الفار فمحمود عاشور وطارق مجدي وعمرو الشناوي، حسام عزب، وائل فرحان، محمود ابو الرجال، وعبد العزيز السيد. حكام الصلاة أحمد حمدي، أحمد جمال، مبروك نبيل، طارق عبد السلام. كرة الشاطئية إبراهيم محجوب، خالد السيد، هاني خيري، ومحمد عزازي. خلينا شوية فارس في كأس العالم والمشهد الجميل. أنا ما بحبش الفلاش باك قوي لكنه طبعا. لازم 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 أرجع شوية للقرعة وجمالها وقيمة النادي الأهلي ثم احتفاء صفحة الفيفا وكأس العالم للأندية بالنادي الأهلي بالصورة الجميلة اللي اتحطت امبارح لميسي وسواريز وبوسكيتس وبيكهام ونجوم النادي الأهلي الحقيقة. وهذه الحفاوة، والحقيقة أنا عايز أشكر المسؤولين على قناة الكأس القطرية، لأنه وأنا داخل الهوا كنت بقرأ تقرير يا أسامة، يا رب تقولوا لي الأفاضل اللي كانوا موجودين عشان ما أقولش اسم وأنسى أسماء، وكم الإشادة بالنادي الأهلي. طبعا لا أنسى خالد بيومي دائما طبعاً. وأبدا الحقيقة الشخصية المصرية الرائعة الجميلة يعني، لكن كم الإشادة والاحتفاء والاحترام. أنا 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 ممكن أنا نادرا مش نادرا أنا عمري ما بطلع موبايلي على الهوا، لكنه يعني النادي الأهلي هو أفضل نادي إفريقي وعربي وأهم نادي في المنطقة كلها. الأهلي لابد أن يعامل مثل كبار العالم. وجود الأهلي في قطر لا يقل أهمية عن وجود ريال مدريد. هذا هو النادي الأهلي المصري، فخر العرب. نحن في قطر سعداء بوجود الأهلي. وجوده عيد كروي كرة القدم نفسها سعيدة بالأهلي. ده حقيقي. في القناة، في القناة، وادي احتفاء صفحة كأس العالم للأندية واستوديو قناة الكأس القطرية. من المتوقع أن يشاهد المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية. هي المباراة الوحيدة في ذلك اليوم ما بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، ما بين 1.5 إلى 2 مليار شخص حول العالم. هكذا يتم الاحتفاء والتقدير للنادي الأهلي. أعزائي ضيوفي الأعزاء، ده المعتاد اللي بنشوفه يا كابتن شوبير دايما من الأشقاء، سواء في الإمارات أو الأشقاء في قطر أو حتى في السعودية وفي كل الدول العربية. النادي الأهلي بنشوفه دايما بياخد حقه، وبنشوف النادي الأهلي بيمنح ما يستحق من حفاوة، وبيمنح ما يستحق لرصد للتاريخ. وأنا عايز أبدأ من الصورة اللي كانت معانا على الشاشة اللي نعم. فيها ميسي، لأن الصورة دي طبعا مرتبطة بحدث لازم نتكلم فيه. بما أن حضرتك رحت الكأس العام للأندية وقرعة كأس العام للأندية، نعم، أنا بشوف يا كابتن شوبير أن إحنا كمان 50 سنة نعم هنقعد نحكي عن اللحظات والوقت اللي كان فيه النادي الاهلي. ده اللي كنت بقوله امبارح في الافنتت، ده اللي هيحصل. بتحكي لنا عمر بيه لطفي و و و من والله يا كابتن سنوات شوبير طويلة، ودلوقتي احنا بنعيش هذا الحدث. نعم. كمان 50 سنة هنيجي نوثق للناس اللي ما شافتش والاجيال اللي ما شافتش، هنقول لهم يا جماعه النادي الاهلي عاش تلك الاحداث. نعم. النادي الاهلي في وقت من الاوقات شاف تلك اللحظات. نعم. النادي الاهلي جمهوره حس الاحساس ده بجد. مش احساس افتراضي. وعشان كده السؤال إيه؟ مش احساس افتراضي. وفي الحاجات دي فيها افتراضي؟ ده في افتراضي وفي وهمي وفي تخيلي. استنى، طب هو ايه الفرق بين الافتراضي والوهمي والتخيلي؟ والله الافتراضي شيء يعني ممكن يحصل. الوهمي يعني انا بيهيأ لي. التخيلي بقى ده اللي انسى لو حصل. طيب ماشي. فانا عايز اقول لحضرتك الاهلي بيعيش واقع. نعم. الواقع ده في ايه؟ وانا هاخد من قناه الكاس وقناه ابو ظبي واربط بالاحداث. هل اخذ النادي الاهلي حقه اعلاميا مقارنة بالحدث اللي احنا فيه؟ انا بقول اطلاقا. الاعلام المصري لم يحتفي بالنادي الاهلي قدر حقه. لان عندي تفسير لده. لما انا اجي اشوف يا كابتن شوبير امبارح صفحة كاس العالم للاندية بتنزل صورة فيها بكم ساعة عربية
فيها ميسي، فيها بوسكيتس، فيهم سواريز، مستنيين مين يا جماعه؟ احنا بنتكلم عن احد اعظم اللاعبين في العالم ومعاه مجموعه من اهم اللاعبين في تاريخ الكوره. مستنيين مين يا كابتن شوبير؟ مستنيين نجوم الاهلي. نعم، مستنيين نجوم الاهلي، وسام ابو علي والشناوي وامام عاشور. نعم. طب اللحظه دي توثق ازاي؟ اللحظه دي توثق بفخر تاريخي للرياضه المصريه. نعم. هقول ليه؟ قول لي دي صفحه مين تاني؟ دي صفحه كاس العالم للانديه، صفحه الفيفا الرسميه. بس انا بنسى بسرعه بس. ومش مش فوتوشوب. نعم. ومش فبركه، ومش الناس اللي بتعيش على الفوتوشوب. نعم. ليه؟ لان اللحظه دي يا جماعه مفترض مقارنه بانجازات الانديه المصريه هي انجاز. ما لم نتحدث عن النادي الاهلي هي حلم. يعني مع النادي الاهلي هي انجاز، ما لم نتحدث عن النادي الاهلي هي حلم. ليه؟ لان اي فريق مصري لو حب يعيش الصوره دي في اي حدث هيدفع ميزانيته كامله عشان يجيب النجوم دول ويجيب انتر ميامي ويلعبهم مباراه وديه ويتحايل على اللعيبه دي، والنبي يا ميسي انزل العب 10 دقائق. نعم. عشان بس نفرح انزل العب 10 دقائق. وفي النهايه هيصنف كماتش ودي. انما انت بتعمل ده في احتفاليه رسميه وفي مباراه رسميه ومعاها يا كابتن شوبير، شوفوا اللي بيعيشوا النادي الاهلي على كل المستويات. وفي نفس اللحظه بتكسب جايزه كتصنيف افضل نادي في الشرق الاوسط، وبتكسب معاه كمان ان انت بتخرج صفحه الفيفا الرسميه بتتكلم عن كاس التحدي اللي حتى حاول يفوق من الصدمه هيلاقي لا في صدمه جديده، ده في كاس تحدي اهو بجد. ده في كاس تحدي نزل على الصفحه الرسميه. حطوا لنا يا جماعه الصوره بتاعت كاس التحدي الله يخليك. فتخيل حضرتك بتعيش كل ده وفي انتظارك ايه يا كابتن شوبير؟ في انتظارك مباراه في حاله الفوز على بوتافوجو او باتشوكا ايا كان اللي هيوصل منهم تلعب مع ريال مدريد. انت قصدك الكاس ده يا استاذ فارس؟ ده بجد اهو. لا انا معرفش، عشان الناس لما يجي حد يسلمه ما يقولش حد جامل فيفا وما حدش جامل فيفا، احنا جايبين الكاس اهو، وكان الفيفا هي اللي بترد. كاس التحدي، كاس كمان قاري. نعم. فتخيل يا كابتن شوبير كل ده بتعيشه، هل اللي انا بقوله ده نال ما يستحق من التغطيه الاعلاميه؟ انا بقول صفر. لم ينجح احد باستثناء قناه الاهلي وبعض اللحظات كده في القنوات الغير فئويه، وما دون ذلك عندي تفسير واحد يا كابتن شوبير، ان ربما الناس بتعتقد ان ده حلم مش حقيقه. فمش مصدقين ان هو بجد. نعم. فمش بيدوه حقه، انما انا بقول لهم يا جماعه فوقه، ده واقع النادي الاهلي ومش حلم. طيب انا بس الزملاء اللي في قناه الكاس اللي بشكرهم الحقيقه حسب الاسماء اللي بتتبعت لي، المقدم هو الزميل العزيز فيصل الهجري، والكابتن طارق ماكو المحلل الجزائري الكبير، والكابتن فادي العمري، لهم كل التحيه وكل الشكر. فارس قال نقطه مهمه جدا، قال انه الاهلي لم يحصل على حقه كاملا، وانه بدل ما بنشيد وبدل ما بنفرح وبدل ما بنحتفل حولناها بالاسكندراني عشان فارس اتبسط الى عركه. عركه بقت عركه. هشجع الاهلي؟ مش يا عم والله ما تشجع الاهلي، ما مش عايزينك تشجع الاهلي، بس احنا بنتكلم على القيمة بتاعة الحدث نفسه، القيمة بتاعة النادي المشارك نفسه، الإنجاز الذي يحققه الأهلي أو الذي حققه النادي الأهلي، ونتمنى أنه يستمر بإذن الله. هل تتفق أنه الأهلي لم يأخذ حقه، وأنه الإعلام وكان ده مقصود من البعض أنه بدل ما كله يتكاتف عشان يحتفي وليس يشجع، في فرق بين الاحتفاء وبين التشجيع بالنادي الاهلي وما قدمه؟ لا، خلي طوبه فوق طوبه، خلي العركه منصوبه. بص يا كابتن، بصيت قناه النادي الاهلي وحضرتك كنت عامل تغطيه رائعه الحقيقه، في قناه النادي الاهلي احتفوا بالنادي الاهلي. ده حقيقي. اما في قنوات اخرى اعتقد ان هم كانوا بيعذبوا نفسهم بقرعه كاس العالم للانديه. بيعذبوا نفسهم؟ وهم اختاروا بارادتهم ان هم يعذبوا نفسهم، عارف انت لما يكون حد الحدث مش يعني قوي او مش قادر ان هو يدي عواطف ليه او مشاعر ليه، وحاسس ان ده بيبعد النادي الاهلي اكتر واكتر عن كل الخيالات اللي كانت في ذهنه من ستينيات القرن الماضي، فبدا يروح لحته التعذيب. طب ايه حته التعذيب؟ ما انا لما اجيب نجم زملكاوي احطه يعقب او يتابع قرعه كاس العالم للانديه وما عنديش اعتراض، هكمل لك بس لا انا هخليك تكمل زي ما انت عايز، خلينا ما ناخدهاش في الاطار ده. انا بتكلم على الاهلي يا اسامه، ليه ما خدش حقه؟ ليه الناس تلذذت انه بص بقى بوظنا لهم الفرح وعملنا لهم حاجه نشاز عشان
ما يبقاش فيه الاحتفالات اللي تليق بالنادي الاهلي، فانا مش عايز اخدها في اطار اصل ده اهلاوي وده زملكاوي. كمل بقى زي ما انت عايز. هو ده ما هي الخناقه جت منين يا كابتن؟ ان انت جبت نجم زملكاوي مشهود على مدار تاريخه ان هو عنده عدم تشجيع للنادي الاهلي، ما جبتش مثلا نجوم طبيعي اخرى ما شجعش النادي الاهلي بالظبط، وانا مش طالب منه شجع الاهلي، فكان الطبيعي انك تعتذر ما تغطيش تغطيه النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي حاليا في حدث عالمي، المفترض ان يكون اللي بيتابع او بيغطي الحدث ده على قدر الحدث العالمي. انا ضد فكره اي سؤال لاي نجم سابق اهلاوي او زملكاوي، انت لو الزمالك لعب في بطوله افريقيه او قاريه هتشجع الزمالك والعكس، انا ضد السؤال ده. لان السؤال ده بيضع النجم بين مقصله الجماهير سواء جماهير اهلي او زمالك، ومش في محله، واتمنى الناس تتوقف عنه. ولكن فكره ان انت تكون عندك برنامج او عندك قناه ومش قادر تستغل احتفال النادي الاهلي وجماهيره بقرعه كاس العالم للانديه وتاخد من النجاح ده جانب، انت اللي خسران كقناه، وانت اللي خسران كبرنامج، وانت اللي خسران كبرنامج. برضه انا بتكلم على الاطار العام يا اسامه، انت فاهمني؟ يعني انت ازاي التصدير، انا ما بتكلمش على قناه، انا بتكلم على اطار عام. ازاي انا عندي في النهايه فرح؟ يعني انا مثلا ايه في اي حاجه عندي معارضه وعنده مش عارف، لكن لما يبقى في انتصار فالناس كلها تبقى فرحانه سواء المعارض او ما انا بقولش ان انت ما تظهرش فرحتك او ما تظهرش سعادتك، بس انا احنا بدل ما نبقى فرحانين، يعني الصوره اللي حضرتك بتعلق عليها واللي فارس علق عليها بتاعت كاس العالم دي طبعا. دي صوره فارس قال كلمه جميله جدا، قال لك بعد 50 سنه اللي ربنا يديله يا رب العمر والصحه ويتحاكى بمثل هذه الصوره، انا ليه ما وصلتش ان انا اخلي الناس في مصر سعيده بحدث بانتصار؟ مش النهارده بس يا كابتن. نعم. لو راحت الاسباب هتروح لاسباب واضحه جدا. نعم. مش النهارده بس، النادي الاهلي لما كان بيحقق بطوله دوري ابطال افريقيا على التوالي بتلاقي دايما حتى في الاحتفاء ببطولات النادي الاهلي بتدخل اسماء انديه اخرى. ماشي. تستفيد من احتفاء النادي الاهلي، وانا دايما بقولها كلمه منافس النادي الاهلي دي لها فلوس. دي بتدخل لك رعايه لان انت منافس النادي الاهلي، لان انت متواجد في مسابقه فيها النادي الاهلي. ولكن البعض مش قادر يشوف الفارق اللي بقى على ارض الواقع واضح للجميع ما بين النادي الاهلي وما بين كل انديه افريقيا. في شمال افريقيا بيشوفوه فبيدوا للنادي الاهلي حقه. شفت التوانسه قايلين امبارح على النادي الاهلي؟ في قطر بيشوفوه، في الخليج بيشوفوه فبيدوا للنادي الاهلي حقه. هنا مش قادرين يشوفوه فمش قادرين، لا هنا مش يدوا عايزين يشوفوه، مش عايزين يشوفوه. فمش عايزين يدوا النادي الاهلي حقه. فبيقع في مشكله اللي هي يقلبها عركه. ليه؟ تعالى نبوظ الفرح ده. لكن جماهير النادي الاهلي كانت اوعى من كل ده، وكل جماهير النادي الاهلي وجهت رساله حقيقي لكل حقيقي. كان جميل بالظبط لكل جميل. احنا مش عايزينك تشجع، بالعكس يعني انا مش عايز اقول ان جماهير النادي الاهلي شايفه نقطه مهمه جدا. وانتوا ممكن تقعدوا لنا الافان تتر تاني يا جماعه سريعا كده، يلا بس اما تجهزوا قولوا وخلص. خلي جماهير النادي الاهلي شايفه نقطه وكلنا عندنا قناعات بيها، ان اي حد بيشجع النادي الاهلي هو اضافه ليه مش للنادي الاهلي. نعم. لكن عكس انديه اخرى ممكن يتباهوا بافراد بيشجعوا ناديهم. نعم. ويبداوا يحطوهم في السي في ويبداوا يحطوهم في تترات. احنا ما عندناش الكلام ده يا كابتن. احنا عندنا النادي الاهلي هو اساس الموضوع. انت اتكلمت عن نقطه عمر لطفي، اصلا جماهير وهتاف النادي الاهلي حلمك يا عمر لطفي حقيقه. نعم. اسم بيكبر ومال الكون، شفت اسم بيكبر كل دقيقه، شفت بقينا كام مليون؟ احنا مش بقينا كام مليون، انت بتتكلم عن 2 مليار او مليار ونص هيشوفوا اسم النادي الاهلي بيواجه انتر ميامي في بطوله تاريخيه. ميعاد الافتتاح اتغير عشان ايه؟ حد فاهم يعني؟ حد طبعا فاهم قيمه دي. قيمه. طب انا بس عايز افرجكم على الافانتتر كده سريعا لان كمان معانا زميلنا فاروق صلاح، وفكروني احكي لكم حكايه بمناسبه اللي بيشجع الاهلي والزمالك، حكايه يعني يعني الشهود عليها احياء يرزقون. يلا سمعونا. احلام زعيم افريقيا مش بتقف طول ما وراه جمهور العظيم اللي يستاهل احلى جايزه. ووراك يا اهلي فين ما تروح. And the top title winner is الاهلي. هو ده كان اقل افانتتر عملناه، لانه ده يعني يمكن حاجه كده ابتدعناها من بدايه البرنامج، وكنا اصلا عاملين على حلقه او حلقتين، فمع طلب الناس فبقت مستمره من فضل الله، فما لقيناش النهارده غير الكلمتين دول للجمهور العظيم ده. وانا بضم صوتي وصوتك انه رغم كل المحاولات يا اسامه الا انه الجمهور عارف اوقف او عارف انه عارف يفرح. عارف يفرح دي مش سهله. حلوه. عارف يفرح. هحكي لكم حكايه جميله.
بقى ابطالها انا ورضا عبد العال، بس خلينا ناخد فاروق صلاح من الدوحه. فاروق مساء الفل. يا فاروق برحب بيك طبعا كابتننا الكبير الكابتن احمد شوبير، برحب بيك يا كابتن احمد، وبرحب طبعا بالزملاء الاعزاء محمد فارس واحمد اسامه، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن شوبير، حينما يتواجد الاهلي يتواجد الحدث، يتواجد التاريخ، سعداء على اللحظات السعيده للنادي الاهلي بيخلينا نعيشها، الاجواء والامور هنا تخليك بتشعر بالفخر بانتمائك لنادي عظيم هو النادي الاهلي يا كابتن شوبير. يلا احكي. يعني خليني اقول لك يا كابتن شوبير، النهارده الفريق اختتم تدريباته على ملعب النادي الاهلي بمدينه ناصر، مستر مارسيل كولر كلامه وحديثه مع اللاعبين ان شاء الله كلنا قد التحدي. بعد التدريب طبعا اللي يعني شهد حاله من الجديه والحماس من كل اللاعبين، مستر مارسيل كولر اعلن عن قائمه بتضم 28 لاعب للسفر والتوجه الى قطر والدوحه. الاهلي بيفتقد لجهود اربع لاعبين مميزين، الدولي علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد، والمرشح لجائزتين في يعني في القاره الافريقيه كاحسن حارس في القاره السمراء واحسن لاعب داخل القاره السمراء مصطفى شوبير. اعتقد يعني اربع اوراق مهمه جدا النادي الاهلي بيفتقدهم، لكن 28 لاعب موجودين مع بعثه فريق للنادي الاهلي. النادي الاهلي انهى تدريباته ثم توجه الى مطار القاهره الدولي، ومن ثم طبعا استقلال الطائره الخاصه والتوجه الى الدوحه، الى قطر بالتحديد الدوحه. مشاهد كتير جدا بنجمعها كابتن شوبير من يعني من المطار، من لحظه وجود توافد اللاعبين، تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اللي انا يعني اكيد انت عارف يا كابتن شوبير بيتحامل على نفسه ويعني عايز يقول للعيبه انا موجود معاكم، كان ليه رسائل تحفيزيه للاعبين في مطار القاهره الدولي. طبعا وجود المهندس خالد مرتجي القائم باعمال نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، الاستاذ طارق انديل، الدكتور محمد شوقي، الجميع بيقول للعيبه احنا موجودين معاكم. طبعا الاحاديث الجانبيه اللي بنشوفها من بين اللاعبين، وجوه لعيبه النادي الاهلي عندهم تركيز كبير جدا في هذه المرحله، مرحله مواجهه ان شاء الله يعني المنتظر نواجه نادي بوتافوجو او باتشوكو، اللي طبعا لقائهم هيكون غدا بمشيئه الله. يعني الاحاديث بقى الطياره كابتن شوبير بتجمع بتشوف كده مشاهد، مستر مارسيل كولر الشخص الوحيد اللي ما فيش نوم خالص على الطياره، قاعد امامه اللابتوب قاعد بيتفرج على ماتشات للاهلي، بيتفرج على ماتشات، بيتفرج على اللقاء يعني لبعض الدقائق كده تابعناه بيتفرج على اللقاء اللي كان جمع ما بين بوتافوجو واتلتيكو مينيرو في نهائي كاس ليبرتادوراس، اتفرج على بعض اللقطات النادي باتشوكا، بيحضر في انتظار فريق من الاثنين ان شاء الله. يعني الاحاديث اللي بتدور بينه وما بين يعني هيرالد جامبريلي المدرب العام او مساعد مستر مارسيل كولر في التحضير لهذه المواجهه، ياسين المكاري ودوره التحضير لمجموعه من الفيديوهات لمستر مارسيل كولر، احاديث طبعا ما بين اللاعبين، الدور الكبير جدا اللي بنقول عليه بيقول بيه الكابتن محمود الخطيب في التحفيز للاعبين. طبعا رحله طيران استغرقت يعني ساعتين و45 دقيقه كابتن شوبير، كان الوصول اللي بيليق دايما بنقول بالنادي الاهلي استقبال الاهلي بالورود في مطار حمد الدولي. فاروق يعني يمكن احنا تابعنا كل الرحله وتابعنا الوصول ومشكورا، يمكن انت ما تابعتناش، لكنه عايز اسالك عن بكره، هل الجهاز الفني هيتابع مباراه باتشوكا مع بوتافوجو من ارضيه الملعب؟ تمرين الفرقه هيكون الساعه كام؟ هل اللعيبه هيكونوا في الفندق ولا هيكونوا في الملعب؟ الترتيبات بالنسبه للقاء الغد ومتابعه المباراه وتدريب الفريق ازاي؟ يعني اقدر اقول لحضرتك اليوم بالنسبه للفريق غدا باذن الله كابتن شوبير هيكون تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم التحرك الى ملعب الارسال اللي هيستضيف تدريبات النادي الاهلي على مدار يعني ايام البطوله ان شاء الله استمر هنا على مدار هذه الايام. هيكون التحرك في تمام الساعه 2:30، تدريب الاول هيكون للنادي الاهلي في تمام الساعه 3:00، ثم العوده الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي، تناول وجبه الغداء هيكون في تمام الساعه 6:00، ثم طبعا المباراه اللي تكون في تمام الساعة 8:00
ده اللي هتجمع ما بين بوتافوجو وباباتشوكا على استاد 974. طبعا في تحضير من الجهاز الفني من يعني اللاعبين ان شاء الله يكونوا متواجدين في ارض الملعب، سواء الجهاز الفني يعني في تحضير ان شاء الله يكونوا موجودين في ارض الملعب، وده كان من النقاط المهمه ان النادي الاهلي حرص انه يكون متواجد علشان يتفرج على المباراه من ارض الملعب. ثم هتكون طبعا العوده مره اخرى الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي، وجبه العشاء هتكون في تمام الساعه العاشره. في بعض الاجتماعات الخاصه بالاتحاد الدولي ومسؤولي الفيفا طبعا للوقوف على كافه التفاصيل الخاصه باللبس للنادي الاهلي. انت عارف يا كابتن شوبر طبعا الاسم بتاع اللاعب بيبقى ليه يعني مساحه معينه، ايضا الاعلانات ليها مساحه معينه. اعتقد الاتحاد الدولي بيركز على هذه التفاصيل. عايز على نفس السياق يا كابتن شوبير اقول لك ان يعني طبعا موجود هنا منذ ايام لجنه الاشتراكات والعضويه بالنادي الاهلي، اقبال كثيف كبير جدا من يعني الجماهير النادي الاهلي الراغبه في الحصول على عضويه النادي الاهلي. الجميع بيتسابق للحصول على عضويه النادي الاهلي من هنا بقى لهم اكثر من 5 ايام. طبعا يعني بالاستاذ طارق قنديل رئيس لجنه العضويه في النادي الاهلي، الاستاذ محمد رمضان اللي هو رئيس لجنه الاشتراكات، استاذ محمد ابو عقيل، هبه عدلي، الجميع لا يتوانى طبعا في تقديم كل الدعم. محددين مواعيد طبعا من الساعه 2 للساعه 10 طبعا لاستقبال اعضاء النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي الراغبه ان شاء الله في الحصول على عضويه النادي الاهلي. يا رب يا كابتن شوبير زي ما متعودين تكمل على خير باذن الله، نقدر نحقق الانتصار في المباراه الاولى، نستكمل مشوارنا ان شاء الله باذن الله، ونكون في على الاستعداد لمواجهه فريق ريال مدريد في المباراه النهائيه باذن الله. طيب الحقيقه عندي طلب كتير، ناس بيقولوا لي شوف لنا المشجعه الاهلاويه الجميله اللي كانت بتهتف للنادي الاهلي وتحاول تجري معاها لقاء. الحقيقه وهو طلب اعتقد جميل وهي تستحقه عن جداره وعن استحقاق. هنسيبك دلوقتي يا فاروق وان شاء الله ممكن نرجع لك تاني خلال الحلقه لو عندك جديد، لكن اليومين دول احنا موجودين معاك وانت موجود معانا باستمرار باذن الله. حد عايز يقول حاجه لفاروق؟ لا طبعا بنشكره ومتعلق كالعاده يعني فاروق دينامو، يعني فاروق دينامو ده فارس. عايز تقول له حاجه؟ لا بشكره دايما ويا رب يفضل وشه خير على النادي الاهلي كده يا رب دايما. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. ناس كتير عماله تبعت لي على الزملاء الاعلاميين العرب المحترمين اللي دايما بيشيدوا بالنادي الاهلي، منهم صديق والزميل الجميل الكبير ايمن جاده، ده اعلامي ايمن جاده ده طبعا. اعلامي يعني انا شخصيا من الناس اللي بيتعلموا من هذا الرجل المحترم الجميل الكبير. وايضا اللبناني علي زين دائما، علي زين كتير جدا انا بس بتكلم على الحقيقه اللي انا الرسائل اللي بتجيلي وكتير جدا من الناس، مش عايز انسى حد لان كلهم ناس محترمين. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني. خلينا الاول قبل ما نرجع للجمهور والملحمه الجميله اللي عاملها عمرو زهران نجم النادي الاهلي في كره السله، الحقيقه تعرض لاصابه بكسر صغير كده في عظمه العين، عمل فحوصات واشعه مقطعيه في المستشفى وخرج بسلامه الله. بكره التقرير الرسمي، لكن ان شاء الله بيقولوا انه فتره الغياب لن تكون طويله. صدقنا انه عمرو رجع تاني من اللعيبه المهمين جدا داخل النادي الاهلي. قبل ما اروح لاسامه كنت عايز اكمل حاجه في حته الجمهور يا فارس. يا كابتن عايز بس اتكلم يعني ان انا مختلف شويه في حته ان انا لا زعلان ولا متضايق من حد، من اي حد حاول يقلل من انجاز النادي الاهلي. مش زعلان لا خالص والله. نعم. كابتن يعني قولا وصدقا انا ما حسيتش. نعم. باي زعل.
بالعكس كابتن، يمكن انا حسيت ان وسط الاعجاز والمستحيل اللي النادي الاهلي بيحققه، وهو يوصف فعلا بالاعجاز والمستحيل، لان مقارنه باي حد يقدر يحقق ده الدنيا بعيده قوي. نعم. فانا ما حسيتش ان انا زعلان، انا حسيت ان اللي بيحط نفسه في مشهد زي ده هو انا يستحق مني ان هو يصعب عليا او ان انا اكون مشفق عليه. وانا بشوف ان النادي الاهلي هو السبب الرئيسي اللي وصل الناس دي لفكره ان هو يحس ان هو غير قادر على تحقيق نجاح موازي النادي الاهلي، فيبقى كل نجاحه وكل فرحته ان هو يحاول يقلل من نجاح النادي الاهلي. وانا كابتن بحط نفسي مكان اي مشجع مش اهلاوي، خلينا نسال نفسنا كده، هو مين قدر يلعب 10 بطولات كاس العالم للانديه؟ نعم. الاهلي. مين قدر كفريق مصري وحيد اخر ما يقرب من ربع قرن يحقق دوري ابطال افريقيا، لدرجه انه اخر 5 سنين بيلعب 5 نهائيات متتاليه بيحقق 4؟ هو مين النادي اللي منتظر مواجهه بوتافوجو وريال مدريد واللي راح كاس العالم للانديه بالقرعه دي؟ فانا كابتن بشوف ان لما حد يتحط وهو غير اهلاوي في ظروف نفسيه قاسيه قوي زي دي، فهو هيحس ان الاسهل ليه ان النادي الاهلي يقع مش ان هو ينجح. الاهلي بعد قوي يا كابتن، بعد فعلا، بعد عن اقرب المنافسين ليه. فبقى كل حلم المنافسين يا كابتن ان هم يشدوا النادي الاهلي لتحت، لان اعتقد الصعود لمكانه النادي الاهلي شيء غير قابل للتحقيق. فاعتقد ان احنا لازم نبادرهم شعور التعاطف، الشفقه، ان هم يصعبوا عليك. خليك رحيم. تعاطفك وحده مش كفايه، ما مش هنقدر نعمل لهم اكتر من كده. تعاطفك وحده مش كفايه. مش بايدينا. نقطه مهمه، الاهلي بتعد. طب هو السؤال، طب ما تحاول تقرب. مش قادر. مش قادر؟ حاولت والله. والله. صح كلامك. ده رزل قوي. والله رزل صحيح. مش قادر خالص؟ فيش. خالص. قفلت؟ خالص. مش جاية. طب يعني. والله مش جاية. مش جاية والله. مش جاية. طب في الرابطة. يعني يعني حاول بس بحاجه كده، يعني ابدا بحاجه يعني. مش جاي والله يا كابتن. طيب طب نعمل ايه يعني؟ طب ما تبطل تكسب. ما نعمل ايه؟ ما ترزناش. ما ترزناش. طب يعني انت ربنا عالم بظروفك، ما ترزناش. طب صحيح صحيح. طب بترزينا انا معاك وانا الاهلي يا كابتن. لا لا انا الاهلي. والله 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 العظيم، والله فعلا بيتكلموا صح. يعني ما هي تحاول وتجتهد يا تتكسف. يا ايه؟ تتكسف والله. يا تتكسف او صح. تسكت او يعني بس يعني افضل حاول طول الوقت، بحاول تلحق يعني. هو طب ما فيش مانع انك تحاول تلحق ومش عيب ومش حرام ولا حاجه. بس هو اللي مش حرام بقى بجد، ان انا بكسب وان انا بجتهد وان انا زي ما قال فارس ان انا اخر 5 بطولات انا موجود في النهائي، انا لاعب، انا كسبان منهم 4، انا في 10 منافسات كاس عالم، انا موجود في كل المناسبات الكبيره، انا مشرفك، انا رافع راسك فوق في السماء، ما حاجات كتيره ما لازم الناس تفهمها. يعني ان الاوان انه الناس تفهم الاهلي بيعمل ايه للرياضه المصريه. اسامه كابتن، الاهلي في الرياضه المصريه مع محمد صلاح هو اللي معرف العالم كله يعني ايه رياضه مصريه. نعم. ده اخر من 2010 اخر بطوله دوري امم افريقيا خدها المنتخب. نعم. احنا اخرنا بنوصل لنهائي امم افريقيا او بنصعد لكاس عالم، بنطلع من دور المجموعات، وبنعملش اي حاجه تخلي العالم يشوف مين كره القدم المصريه. صحيح. النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي قادرين ان هم يحطوا الرياضه المصريه على في المحافل الدولية مع محمد صلاح، ما دون ذلك مفيش أي حاجة للرياضة المصرية تذكر غير النادي الأهلي ومحمد صلاح. طيب النادي الأهلي عنده إيه كمان؟ لا ده أنا عايز أقول لك إن الأمر قاسي جدا 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 على أي نادي آخر غير النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي مش بس بعيد دلوقتي يا كابتن، ده النادي الأهلي هيبعد قوي 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 عن أقرب منافس ليه إذا تم استغلال كأس العالم بشكلها الجديد، البطولة التاريخية دي، الاستغلال الأمثل. بمعنى انت قادر الان، لو كنا بنتكلم عن سيطرتك على قاره افريقيا وان انت بتصعد 5 سنين على التوالي للنهائي، تقدر تخلي ال5 سنين دول 10 سنين على التوالي. ليه؟ خلينا نتكلم بوضوح، انت كنادي اهلي معاك الترجي التونسي، معاك صن داونز، معاك الوداد البيضاوي المغربي. اسم النادي الاهلي مع كامل احترامي وتقديري لكل هذه الفرق وشعبيه النادي الاهلي مش بس في افريقيا والوطن العربي، حتى الاسم عالميا، تقدر كبراند تروج ليه بشكل قوي جدا يخليك بعيد قوي عن اي منافس ليك، من الدعم الفني للدعم المالي لرعايه لحاجات كتيره جدا يا كابتن نقدر نستغلها. هيبقى صعب ان احنا نشوفهم
اللي هم بيتكلموا عنها دلوقتي، وصعب عليهم قوي قوي ان هم يشوفونا. هم كانوا بيشوفوا اقل حته مننا، مش هيشوفونا. منذ الهزيمه امام صن داونز والكل توقع ان هتكون دي النهايه للنادي الاهلي، واذا بالنادي الاهلي بسبب هذه الهزيمه وفي هذه البطوله نفسها بيفوز بالبطوله، وحتى هذه اللحظه ربنا دايما نعمه الاهلي لم يخسر واحد بس. يا كابتن اللي قال هدد افريقيا عصام الشوالي لما قال لهم افريقيا هتدفع ثمن ومسيح صدق يا يوم يبعثوه. ده واحد دي عبقريه معلق. دي عبقريه معلق. لا مش بس عبقريه معلق، تألق معلق، وكمان عارف اللي بعض الرياضيين المصريين مش عارفينه عن النادي الاهلي، ان النادي الاهلي بلغتنا كده وبالعاميه قال لك لو وقع له 1000 قومه. عصام الشوالي لما شاف النادي الاهلي امام الانديه التونسيه واقتنع بجداره النادي الاهلي بفوزه بالبطولات القاريه على الانديه التونسيه، خلاه يطلع ويقول لولا النادي الاهلي كان للانديه التونسيه شان اخر في افريقيا. فالراجل عارف يعني ايه الجداره، وده المنافس اللي لازم نحترمه يا كابتن. منافس لما انت بتكسبه بيبقى عارف انت جدير بالمكسب. لما كسبت هنا السنه اللي فاتت في الفاينل الناس كانوا في منتهى الاحترام ومنتهى الجمال، ولا انسى لقطه مصطفى الشوبير لما جري ساب الاحتفالات والفرحه وسط 100,000 وجري على امان الله مميش في صوره رائعه جميله. وانا اعلم ان هم ما زالوا على صداقه حتى هذه اللحظه، ده فعلا اللي مطلوب في كره القدم. يعني انا بس كنت قلت لكم فكروني احكي لكم حكايه، بس هجيب لكم خبر عاجل من جريده الشرق الاوسط مش من عندنا هنا يعني، لحد ما يجهزوه الزملاء لانه خبر مهم وعاجل. بمناسبه بقى حب الاهلي وحب الزمالك و و لما رضا عبد العال انتقل الى النادي الاهلي، وكان الكابتن جوهري انتقل الى نادي الزمالك كمدرب، وهو على فكره انتقالين موازيين بالظبط، يعني ان الكابتن جوهري يدرب الزمالك ده كان حدث، وان رضا عبد العالي يجي النادي الاهلي ايضا ده كان حدث. وانا كانت علاقتي بالكابتن جوهري فوق الوصف، فروحت للكابتن جوهري، انا بقول لكم حاجات شهداء احياء يصدقون يعني، فقلت انا هروح اتفرج ابارك للكابتن جوهري المنافس بتاعي ابارك له في نادي الزمالك، ورحت حضرت له التمرين وانا كابتن النادي الاهلي. يعني انا كابتن النادي الاهلي، رحت حضرت التدريب داخل نادي الزمالك واتفرجت على التدريب وباركت للكابتن جوهري وفضلت على تواصل معاه، راجل في مقام ابويا يعني. وبعدين بعد فتره كده الدنيا بدات شويه تهدى، فكلمته كان الزمالك وصل فاينل، فقلت له يا كابتن والله انا شايف انها فرصه جيده ان انا كنت بقى متخيل ان انا في المدينه الفاضله يعني ومثاليه. قلت له ايه رايك كابتن لو جبت رضا وجينا حضرنا ماتش الزمالك وكتوكو في الاستاد، زمالك يكسب باذن الله وتبقى نوع من انواع المصالحه يعني. فالكابتن جوهري قال لي والله يا ريت يا احمد. فقلت له يعني اعملها يا كابتن؟ قال لي يا ريت حاضر. فانا بمنتهى البراءه اللي خلقها ربنا يعني، فرحت طالع على الاستاد ورحت واخد رضا عبد العال معايا الى قلب استاد القاهره مشاهد مباراه الزمالك وكتوكو، وحياه ربنا وبنيه سليمه وصادقه بنسبه 100%. انا عايز اقول لك اللي اتعمل فينا طبعا ايه، حضرتك ما قريتش قبلها عناوين مجله الزمالك خالص؟ وانا عمري ما هشتري مجله الزمالك خالص. فالمهم ما بين الشوطين قلت لرضا ايه يا عم يلا بينا، بلاش ملهاش لازمه. فمشينا ورحنا عند احد الاصدقاء الاعزاء، كان المهندس علاء الالفي، كان ابن اللي هو حسن الالفي وزير الداخليه الاسبق عليه رحمه الله يعني، اللي هو حسن الالفي. علاء كان صديق عزيز يعني، مكتبه كان جنب الاستاد، فرحنا قعدنا اتفرجنا وتمام والزمالك كسب. قلت رضا ايه قوم بينا يا رضا بقى نمشي قبل ما ايه الجماهير لسه هتحتفل بالزمالك، قوم بينا ايه نمشي. انا ساعتها كان انا فاكر عندي عربيه مرسيدس ذهبي وانا سايق ورضا جنبي فطلعت جمهور الزمالك من الدرجه الثالثه. يا نهار ابيض، اقسم بالله العظيم ثلاثه ورضا حي يرزق. رحت يعني فين يا كابتن؟ انا كان همي ان انا رضا طبعا، لانه اولا حضرتك اللي وديت طبعا الازاز اتكسر بشكل رهيب جدا، طوب وشغلانه. فانا اخذت رضا، انا يعني انا مش بتاع سواقه يعني، انا بسوق كويس بس. فبقى رضا تحت ايدي وزحمه جدا وخايف اخبط حد، والطوب بيضرب فينا والناس عايزه تفتح الباب وشغلانه يعني. بصراحه في ناس كتر الف خيرهم يعني سلكونا، بس اهم حاجه قلت رضا خليك موطي تحت ما تطلعش خالص. قلت له خليك موطي، وكل ما يطلع قام جاي ضربه بايدي كده، وهي انت عارف هي حته ايه اللي هي عنق زجاجه يعني، مفيش مناور ما هتعمل ايه، بس طبعا ربنا سبحانه وتعالى ايه فجاه كده
ناس أو على ما عدينا، بس خدنا حوالي مثلا 10 دقايق او ربع ساعه، ما اعرفش يعني قد ايه يعني، على ما عرفنا نعدي طبعا عربيات دشدشت ساعتها. بس كان اللي يهمني رضا عبد العال، وقلت توبه من دي النوبه. بس هقول لك يعني حاجه يا كابتن، بس هو كانت مثاليه مفرطه بصراحه. لا بس انا كلمت الكابتن جوهر والله العلي العظيم ثلاثه كنت عاملها والله بمنتهى حسن النيه والصدق، وكان نفسي ان الدنيا تبقى كويسه. حضرتك كنت كابتن النادي الاهلي. نعم. انا كنت مشجع طفل صغير. نعم. رايح يحضر المباراه اللي قبلها باسبوع، الاهلي واسك ابيجيان. نعم. حضرتك يعني كابتن عادل عبد الرحمن ركله الجزاء. نعم. اللي جت حسام حسن. نعم. قسما بالله كابتن، واحنا خارجين من المدرج جماهير النادي الاهلي. نعم. اللي بتحتفل ببطوله ابطال الكؤوس بتقول. نعم. كوتوكو يا جوهري، ولو في جماهير اكيد الناس بتسمع. نعم. حضره المباراه دي شهد على 100,000 واحد كان دول كوتوكو يا جوهري. نعم. ولكن للاسف الرد اللي حصل معاك لا يتناسب اطلاقا. لا مع أنا اللي كان بيحصل معاك. بس انا بقول لكم عايز بس اقول حاجه في النقطه دي يا كابتن شوبير، هو ربما انا مقتنع ان لكل زمن ليه معطياته وليه طبعا اسبابه طبعا وليه سياقه الزمني وليه كل حاجه بتخلي الانسان يبقى طبيعي بيشكل مشاعره. يا كابتن شوبير اللي مش طبيعي ان انا اروح بقى للنقيض خالص، بمعنى ايه؟ ممكن انت ما تكون ما بتحبش الاهلي بس اكيد بتحب مصلحتك طبعا، انما اللي لا اتفهمه ابدا ان حد يبقى عدم حبه للاهلي على حساب مصلحته، ده اللي انا ممكن ما استوعبوش يا كابتن شوبير. بمعنى يعني انا عندي خلاف مع النادي الاهلي او انا مش قادر اشجع النادي الاهلي، زي ما قلنا هو شعور تشجيع النادي الاهلي في سياقنا كمشجعين هو لا يستجدى. انا عمري ما هروح لواحد اقول له هتشجع النادي الاهلي ولا لا، ده انت اللي تتشرف ويتكتب في سيرتك الذاتيه ان انت تقول ده انا بشجع النادي الاهلي. لو انت مش هتبادر انك تقول ده شكرا. نعم. ولكن ان انا مثلا اجي الاقي بقى حضرتك بتتكلم في سياق وفي سياق تاني خالص، ان يكون كابتن لنادي منافس والاقيه مثلا في الدوري اللي فات دلوقتي بيقول انا مش هشجع الاهلي، والدوري اللي فات مثلا ساي كان بيهتف لبيراميدز في مشهد مثير للشفقه والاو بيراميدز، طب ده واصل لايه؟ واصل لانه بيشجع نادي بياخد المركز الثاني للسنه الثانيه على التوالي وبيشارك في دوري الابطال للموسم الثاني على التوالي على حساب ناديك. نعم. فاللي يحصل انك ما تلعبش بطولتين دوري ابطال افريقيا وبتبقى. نعم. بتلعب كونفدراليه اللي هي لو قعدت تلعبها 10 سنين مش هتقعد في استوديو وناديك في كاس العالم للانديه، ده صحيح. هتقعد تتفرج في 2029 على الاهلي وهو في كاس العالم للانديه في التلفزيون برضو لان ناديك مش موجود. نعم. لانك كنت بتشجع نادي منافس، اما وان الاطار اتحط في الاهلي يبقى انا بشجعش النادي الاهلي، انت حر. نعم. ولكن انت في يوم شجعت منافس للنادي الاهلي، فشتان يا كابتن شوبير ما بين اللي حضرتك بتحكيه واللي احنا بنشوفه دلوقتي. موافقك على فكره. ناخد الخبر ده من الشرق الاوسط، السعوديه ماذا قالت؟ الشرق الاوسط رياضه، مصادر الشرق الاوسط، اداره نادي الفتح السعودي انهت اتفاقها مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لقياده الفريق خلال ما تبقى من الموسم مع افضليه التجديد لموسم اخر. هلقوا بعضا من الكواليس، هو الرجل عليه شرط جزائي 3 اشهر وله مرتب شهرين، فطلب ان هو يدفع شهر وينهي التعاقد او ينهي الاتفاق مع نادي الزمالك، ينهي تعاقده مع نادي الزمالك. الآن هو في اجتماع مع قيادات نادي الزمالك، كابتن حسين لبيب رئيس النادي، كابتن حسين السيد وبعض الشخصيات من داخل مجلس إدارة الزمالك في محاولة لإقناعه بالبقاء والعدول عن فكرة الرحيل عن نادي الزمالك. هو ما زال خبر غير مؤكد بالظبط الحقيقه يعني، بس انا بيسعدني في الخبر ده حاجه ان الحمد لله مش نادي التعاون. ليه؟ ما هو ده نادي الفتح. اصل لما نادي التعاون قبل كده خد مدرب نادي الزمالك باتريس كارتيرون قال لك دي مؤامره من النادي الاهلي. معلش انا الذاكره بقت والله الحمد لله نادي الفتح ومفيش مواجهه قادمه بين الاهلي والزمالك. ومفيش مواجهه قادمه بين الاهلي والزمالك، بس انا الحقيقه دائما وابدا بشيد بجوميز بيقول عليه مدرب كويس. طبعا هو مدرب كويس يا كابتن شوبير، بيشتغل بصراحه بشكل كويس اعتقد يعني. كان عامل اداء جيد مع نادي الزمالك ولكن في النهايه يعني ده شان بقى احنا، ده شان داخلي طبعا، لكن هو خبر لازم لازم يتقال. طيب خليني يا اسامه اسالك عن خبر انا قلته النهارده في البدايه، وهو انه الاهلي طلب رسميا من الاتحاد المصري انه يفتح له باب القيد في الاول من يونيو عشان الاستعداد لكاس العالم اللي هتبدا في منتصف او في 14 من
يونيو باذن الله بلقاء الاهلي وانتر ميامي الامريكي. جماهير الاهلي الحقيقه ومعاها كل الحق بالتدعيم، انا عندي كاس عالم، عندي بطوله صعبه، وبالتالي عايزين لعيبه. لكنه البعض ايضا غاضب يقول لي ما هو انت ليه دايما بتقول يناير القماشه شويه مش واسعه؟ دي وجهه نظري، ممكن تكون وجهه نظر خاطئه يعني، لكن هل هذا يؤكد انه الاهلي مصمم على الدعم ومصمم على الظهور بمظهر جيد في كاس العالم، ولا الافضل انك بتركز في بطوله عندك بعد ثلاث ايام مباراه مهمه جدا، واذا ربنا وفقك يبقى عندك مباراه اهم بعدها؟ شوف يا كابتن، المجلس الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب حط على نفسه معيار عالمي. نعم. انه خد النادي الاهلي حرفيا لمرحله مختلفه تماما بقناعات مختلفه تماما. وخليني هقول لك على مثال الذكر كده رد الفعل. نعم. احنا بنجيب الجماهير وهي بتحتفي بالنادي الاهلي ورايح يلعب انتر كونتيننتال. ايوه. في 2008 كانت الجماهير بتحتفي في مطار القاهره بالنادي الاهلي وهو سادس الدوري. نعم. احنا وصلنا يا كابتن مع المجلس الحالي الفتره الاخيره ان البرونزيه لم تعد الهدف. نعم. واننا عايزين نسعى للبطوله، وان احنا عايزين نسعى للنهائي. ده نجاح للمجلس. نعم. ونجاح ملموس. ولكن الحفاظ على النجاح بيتطلب جهد شاق جدا. فالنهارده لما النادي الاهلي يطلب بشكل رسمي من الاتحاد المصري فتح الاستثناء من 1 ل 10 يونيو، فواضح جدا ان هناك خارطه طريق للنادي. نعم. الاهلي تعدل كاس العالم للانديه بشكل مختلف. لان الحقيقه انت وقعت في مجموعه ايضا وضعت عليك احتمالات باسم النادي الاهلي كبيره للصعود. نعم. ليه ما تحلمش؟ صح. انت ما وقعتش مع ريال مدريد واليوفي في مجموعه واحده فهتقدر تقول الدنيا صعبه، مع كامل احترامي وتقديري. نعم. ان احنا واقعين في مجموعه صعبه جدا. طبعا. مفيش مجموعه في كاس العالم الانديه قليله، انت بتلعب بورتو 350 مليون يورو قيمه سوقيه، بتلعب بالميراس 210 مليون يورو، انت بتلعب انتر ميامي حتى اللحظه دي 96 مليون يورو، ولسه فاتحين باب تعاقدات مشوا 7. نعم. وباقي 18 هيكملوا 26 من اوروبا. نعم. فانت رايح في منافسه صعبه جدا. الجميع عنده هدف الصعود. بل ربما فريق ميسي عنده هدف التتويج طبعا بالبطوله، وبالتالي انت داخل في بطوله صعبه جدا، وبالتالي لازم اسم النادي الاهلي يظهر بما يليق بقيمه النادي الاهلي افريقيا وقاريا. حلو. وعندنا دايما طموحات ان انت تقدر تعمل حتى لو مستحيل. عشان كده دعم مهم جدا. انا وجهه نظري تقسم على فترتين. من وجهه نظري فتره يناير ما ينفعش اعدي فتره يناير، وفي نفس الوقت فتره نهايه الموسم اللي ممكن يكون التنسيق بادئ فيها من يناير. حلو. اللي ممكن يكون التنسيق بادئ فيها من يناير، هل تقدر تحدد لي لعيبه مطلوبه، ولا تقدر تتكلم في اطار عام؟ في اكتر من وجهه نظر. كابتن محسن صالح قال احنا عندنا سكواد كويس وعندنا لعيبه كويس بس نوظفهم بشكل كويس. ماشي. رجع سالته تاني قال لي انا محتاج مساك، محتاج راس حربه، محتاج واحد في وسط الملعب، ولو اني عندي اشرف داري مع ياسر مع رامي وسام راس حربه، اكرم توفيق، مروان عطيه، امام عاشور، محمد مجدي، قفشه. لو عايز تقول مراكز قول مراكز، لو عايز تتكلم في العموم، لكنه ما هو المطلوب من الاهلي اداره، من الاهلي جمهور، من الاهلي لاعبين، من الاهلي جهاز فني، لانه ده مهم جدا. طبعا. طيب خليني اتكلم يمكن بشكل عام شويه، لسبب ان احنا داخلين على ظرف مباراه بوتافوجو او باتشوكا، فهراع الظرف ده شويه في الكلام عن المراكز. عايز بوتافوجو ولا باتشوكا؟ عايز باتشوكا، بس اللي هيكسب بوتافوجو. وانت عايز مين؟ هادي فاكر يا كابتن. باتشوكا طبعا، بس اللي هيكسب برضه بوتافوجو. بوتافوجو يعني بص، كره القدم طبعا تحتمل مفاجآت، لكن ماشي. بوتافوجو لا، فريق قوي ومرعب. رهنا بقى ان بوتافوجو نشوه الفوز بالدوري البرازيلي بعد 24 سنه واول تتويج. مش نشوه، دول ولاد لذيذ، دول مش نشوه. اتمنى حاجه ان تصل المباراه ل 120 دقيقه. القلق الوحيد، انا بقيت اتابع بقى صفحه بوتافوجو وجماهيرهم. القلق الوحيد اللي عند جماهير بوتافوجو هي فكره الارهاق. نعم. فنتمنى يوصلوا 120 دقيقه. ماشي. نروح بقى لفكره التدعيمات، وماذا هو مطلوب من النادي الاهلي عشان يكون متواجد بشكل جيد في كاس العالم للانديه في امريكا. طيب انا بشوف ان المجموعه بعكس اللي كتير جدا من الناس شافته ان هي سهله، انا مش بتكلم في المجموعه صعبه، انت وسط افضل 32 فريق في تصنيفاتهم في اي مجموعه تبقى صعبه. نعم. انما انا بتكلم في نقطه ثانيه، المجموعه دي بالاختيارات دي حطت على النادي الاهلي شكل من اشكال الضغط. بمعنى انت ممكن في شكل من الاشكال او مجموعه من المجموعات لو موجود مع اليوفي مع الريال كنت تقدر تقول انا راح للمتعه. او
التارجت بعيد قوي. نعم. ولكن احنا لازم نحط ظرف في اعتبارنا. فريق بورتو اه فريق كبير، ولكن انت فزت على الهلال السعودي. وليه هتقول لي الهلال السعودي؟ هقول لك لان الهلال السعودي واتحاد جده، تحديدا اتحاد جده، كانت بقيمه سوقيه طبعا، ما كانت مقاربه. نعم. وعندك نتائج لفرق زي بورتو مع بعض المباريات بتكون فيها اخفاقات. طب هنروح لفريق تاني زي بالميراس، فريق كبير جدا له تاريخه في قاره امريكا الجنوبيه، ولكن انت نفسك كنادي اهلي بتاريخك وعراقتك انت اللي زرعت عند المشجع بتاعك ان انت قادر تكسبه. ما هو ما تجيش بقى تحط فيا ثقافه ان انا النادي الاهلي اللي بكسب مونتريه وبكسب الهلال السعودي وبكسب اتحاد جده وبكسب بالميراس، وتيجي تقول لي دلوقتي ان المجموعه صعبه. فانا بشوف ان انت اللي حطيت فيا كمشجع اهلاوي وكاعلام اهلاوي ثقافه ان انا قادر اكسب بالميراس. نعم. واذا عندك فريق زي انتر ميامي، انت بتتعامل ان فرق كتير جدا لعبت فيها نجوم، وقابلت فرق كبيره جدا كانت عندها انتدابات قويه وقدرت تعبر. فاذا المجموعه دي على الورق هي مجموعه صعبه، ولكن حطت عليك ضغوط ان احتماليه حتى اللعب على البطاقه الترشح الثانيه موجوده. نعم. طب هنيجي نروح لحاجه ثانيه. انت كنادي اهلي في ثقافتك بتقبل فكره التمثيل المشرف؟ لا خلاص خلصت دي، مش عندنا. نعم. وخصوصا مع مجلس الاداره الحالي. ممكن. نعم. وده حقيقي. نعم. مع مجلس الاداره الحالي انت لا تقبل ثقافه التمثيل المشرف، انت بتروح تلعب في اي بطوله على اللقب. نعم. فبالتالي ده عبء على مجلس الاداره نفسه، ان هو لازم هيشتغل على طموح جمهوره اللي هو زرعه جواه. نيجي هنا نقول النادي الاهلي محتاج ايه؟ النادي الاهلي محتاج رفع كفاءه السكواد، ودي جمله بنقولها من بدايه الموسم، رفع كفاءه السكواد. بمعنى ان انت يكون عندك في كل مركز اللعيبه اللي بتحل لك مشكله. نعم. انا عندي دلوقتي اسامه ابو علي محتاج له كاولويه، اولويه لا تقبل الجدل بالنسبه لي، ان يكون معاه راس حربه. وانا ضد نظريه اصل احنا نجيب راس حربه يكون ستاند باي لوسام ما يكونش بينافس وسام. لا، انا اجيب راس حربه بينافس وسام، لان السكواد بتاعي مركز المهاجم الصريح فيه ما فيهوش العدد ده، ما فيهوش التنوع ده. انت بتوظف كهربا او طاهر في غير مركزهم، حتى لو بيلعبوه كتير، حتى لو كهربا لعبوا كتير. فبالتالي انا هنا عندي نقص نوعي مش رفاهيه. عندي الاجنحه اللي لازم ادخل بيها البطوله. كابتن شوبير اسهل الموضوع، سهل. احنا لازم ندخل بالخمسه الاجانب، الخمسه الاجانب يكونوا في ارض الملعب اساسيين. حلو حلو حلو، ما عنديش رفاهيه ان واحد يبقى قاعد جنبي. 10 على 10. حلو، كلام محترم وكلام مظبوط. الكلام اللي انا قلته من شويه دلوقتي عن جوميز، اعلنه المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك انه الان تعقد جلسه ما بين كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والسيد جوزيه جوميز مدرب الفريق، اللي اعلن انه عنده عرض او اعلن من خلال جريده الشرق الاوسط اللندنيه السعوديه انه عنده عرض من نادي الفتح السعودي، بل زادت الشرق الاوسط وقالت انه خلاص انه هيجي ويكمل الموسم والرغبه في موسم جديد. تعالوا نروح لبعض الاسئله لفارس واسامه، بس قبل الاسئله نقطه مهمه جدا قالها فارس، وهي انه الخمسه الاجانب يكونوا موجودين في ارضيه الملعب. ده انا عندي قناعات ان حتى في الدوري المصري الخمسه الاجانب يكونوا موجودين في ارضيه الملعب. ماشي. انا بالنسبه لي لعيب هدفعله بالدولار لازم يجي يكون اكفأ من اللاعب المحلي، وعشان كده في حلقه مع حضرتك قلت لا، عايزين اعاده هيكله الاجانب في النادي الاهلي. بمعنى نعم. ايه؟ حاليا حتى لو هم اكفأ حاله الاجانب الموجودين حاليا ما تقدرش تلعبهم كلهم. ليه؟ لان في مراكز مع مراكز. نعم. لو دخلنا علي معلول في حياة الله، لو اتكلمت في فيرسيتاو ورضا سليم هتقعد هتقعد حسين الشحات. نعم. ففي مراكز محتاجين نفكر فيها بشكل مختلف. قناعتنا لازم الاجنبي اللي يجي يصنع الفارق. نعم. ويكون فارق بشكل كبير جدا عن المحلي. نسخه وسام ابو علي في المهاجم. وسام ابو علي كمهاجم هو مختلف عن كل المهاجمين الموجودين في الدوري المحلي. صح. فانا عايز لما اجيب وينج يكون الوينج ده مختلف عن كل الموجودين في الدوري المحلي بمن فيهم اللي عندي. نعم. ويبدا اللي عندي يرتقي بمستواه عشان يدخل في منافسه معاه، عشان يبدا يكون الصراع بالفعل على الدخول في التشكيل الاساسي. حل. صعب جدا. تعالوا نروح لبعض الاسئله على السوشيال لفارس واسامه ونشوف الاخبار ايه. اشرف رشوان، تحياتي لحراس الاهلي. هل فارس واسامه شايفين ان الاهلي محتاج ايه عشان نكسب كأس التحدي؟ وشكرا لأسطورة الإعلام الرياضي. سريعا. محتاج يعمل حاجات كتيرة عكس المباريات الأخيرة. التركيز روح النادي الأهلي، إن أنت تدخل المباراة صح من البداية، مفيش مجال لتشكيل غلط، مفيش مجال إن اللعيبة متبقاش في حالتها الفنية. سامة. التفاصيل الصغيرة يا كابتن، لأن مشكلتنا مع الفرق البرازيلية في مواجهتنا في كأس العالم للأندية الماضية كانت مشكلة تفاصيل صغيرة. نعم. تمام. اللي بعد.
الشيخ احمد ابو سعيفه. مساء الفل ياسمين، عايز وجهه نظركم في مجموعه الاهلي في كاس العالم، وايه التدعيمات المطلوبه لهذه البطوله تحديدا؟ قلنا التدعيمات، واعتقد اتكلمنا في وجهه النظر في مجموعه الاهلي في كاس العالم للانديه. شكرا ياس يا سعاده الشيخ. اللي بعد، فوزي محمد عثمان، مساء الخير كابتن شوبير، ايضا على كابتن فارس وكابتن اسامه. هل عوده تريزيجيه صفقه رابحه للاهلي للمشاركه في كاس العالم للانديه؟ فارس. طبعا، انا لما الحلقه اللي فاتت كنت مع حضرتك وقلت لي اسم، وقلت لحضرتك كمحلي مش اجنبي تريزيجيه. اسامه. انا ممكن اقول بس نقطه زياده طبعا في الحته بتاعت تريزيجيه. انا طبعًا عايز ان تريزيجيه في وقت من الاوقات، انا في 2016 كنت ببص بعين المشجع فعتبت شويه على تريزيجيه لما رجع اعاره على قاسم باشا التركي، مع كامل احترامي للنادي والاهلي كان محتاجه. انا بقول لك بقى بوجهه نظر تريزيجيه، انا بشوف ان تريزيجيه لازم يكون حريص يعوض الفتره الاحترافيه واللي فاتوا من انجازات مع النادي الاهلي بانه يتواجد مع النادي الاهلي في مونديال الانديه في المباراه الافتتاحيه وطبعا باقي البطوله. طيب هقول له، هكمل لك بقيه السؤال وممكن هرمي لكم حاجه كده قبل ما نطلع الفاصل وبفكروا فيها يعني. هل توجد اسماء من الدوري المصري ممكن تبقى موجوده في كاس العالم للانديه؟ اسماء لعيبه؟ صعب. تيجي تبقى تعمل عمق في السكواد فقط لا غير، حتى في كاس العالم للانديه صعب جدا. تعمل عمق؟ عمق في السكواد. بمعنى ايه عمق يعني؟ يعني يبقى عندك البديل المناسب لو يعني كاحتياطيين يعني. اسماء مصريه من خارج مصر، اسماء مصريه من داخل الدوري على مستوى كاس العالم للانديه لن يصنع اي اضافه. لن يصنع اي اضافه. اللي بعده. نهال احمد، مساء الخير على الحارس الاهلي ضيوف فارس اسامه دايما منورين قناه الاهلي. سؤال اليوم، ايه رايكم في مجموعه الاهلي؟ قلنا هل فعلا زي ما الكل بيقول مجموعه سهله؟ قلنا لا، مجموعه صعبه. ايه المراكز اللي محتاجه تدعيم قبل كاس العالم عشان نقدر نعدي المجموعه ونصعد؟ اعتقد يا نهال جاوبنا على كل هذه التساؤلات وشكرا على رسالتك. سامح عوني، تحياتي كابتن شوبير، كابتن فارس، كابتن اسامه، كل يوم بتفرج على برنامج حارس الاهلي. تعليق حضراتكم على فوز الاهلي على في جلوب سكر، قلناها احسن نادي في العالم الشرق الاوسط، اخذناها المقدمه كلها. سامح، توقعاتكم الاهلي في كاس التحدي؟ تحياتي للحراس الاهلي المميزين. توقعاتك على حسب الفريق اللي هيصعد، على حسب الفريق اللي لو باتشوكا نسب النادي الاهلي هتكون 60 للاهلي 40 لباتشوكا، لو بوتافوجو مش هقدر اقول غير 50-50. ها، تمني وليس توقع، تمني ان احنا ان شاء الله نكسب 1-0 في مباراه كاس التحدي. هو محمد عبد المنعم ممكن يلعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه؟ نروح لفاصل ونرجع تاني. اثنين خط نص، واحد على مركز 6 وواحد 8 يكون بس باك اب للي موجودين، وعايزين مهاجم صريح. خط الدفاع والهجوم دول عاوزين تدعيم. محتاجين حد في راس الحربة. خط الوسط برضو محتاجين في حد. الدفاع برضو محتاجين في حد. خط الدفاع وخط الهجوم. طبعا خط الدفاع لازم حد جنب رامي. قلب الهجوم هو ده اللي محتاج دعم دلوقتي. احنا محتاجين في خط الدفاع لازم خلاص، ومحتاجين برضو مهاجم سوبر افريقي. واحد فرود، واحد في خط الوسط، واحد مع ياسر ومع ربيعة. يمكن مركز راس الحربة محتاجين برضو يبقى عندنا باك اب فيه يعني. مفيش غير عن فخر العرب محمد صلاح لو يوفق. رونالدو ممكن. تريزيجيه لو جه هيفرق معانا يعني. محمد صلاح. اكيد محمد صلاح. محمد صلاح. مو صلاح. محمود حسن تريزيجيه يرجع تاني. محمد صلاح. محمد صلاح. محمد صلاح طبعا اضافه عظيمه لاي فرقه يروح فيها يعني. حضرتك عارف انه منذ قليل الاهلي فاز في اولى مبارياته في كاس العالم للكره الطائره المقامه في البرازيل على نادي برايا كلوب البرازيلي 3-1. تقدم الاهلي 1-0، تعادل الفريق البرازيلي 2-1 للنادي الاهلي،
ثم الشوط الرابع كان شوط صعب جدا جدا، ونجح الاهلي في الفوز 27-25 بعد ما لجأ الفريق البرازيلي للفار، ولكن الفار انصف النادي الاهلي تقريبا بالتحكيم. امين تقريبا بالتحكيم ولا انا يا كابتن؟ تقريبا اللجنه هناك برازيلي. اللي عنده فريق برازيلي يربطه. اللي عنده فريق برازيلي يربطه. عايزين متفوجوا حالا. لا والله دي حاجه جميله. والله العظيم انا ما بهزر. والله يا جماعه عظمه. هذا النادي عظمه. والله عظمه. النادي ده فخر. النادي ده فخر. مش ملاحقين. لا لا يا رب دايما يا رب. النادي ده فخر. انت في كاس التحدي اللي هي الانتر كونتيننتال في قطر هتلعب بعد كام يوم. انت من شويه كنت بتلعب في كاس العالم للانديه للكره الطائره، انت من شويه كنت بتلعب في كاس افريقيا لكره السله للبنات، وانت 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 يا اخي قول شكرا. كاس السله او كاس العالم لكره السله عملنا كسبنا فريق امريكي كاول فريق افريقي وعربي يكسب فريق امريكي. انا بس اليد برشلونه اليد اول فريق برشلونه اديله يعني خارج اوروبا يكسب برشلونه في كاس العالم. يا جماعه ما تدوا للنادي ده حقه. اعتبروا النادي ده زي ما قالت جميلة الجميلات بالغصف فارس وأسامة، جميلة الجمالات أهلي. ده حضرتك يا كابتن أنا خايف عليك. أنت حبيت القعدة بره بيتك. خايف عليك قلبنا عليك. طب وأنا بقول وصف غلط؟ نعم. هو أنا أما بقول جميلة الجمالات أيوة هات يا ابني الصورة هنسخن الدنيا. ده أنا لسه جاي قبل الحلقة قالوا كابتن شوبير مريح هنا شوية. هات يا ابني الصورة. هات الصورة يا ابني ونشوف. هم دول بيخافوا. مش يا كابتن بقول في البيت المدام عندي انا ماليش علاقه باللي بيحصل. مالكش علاقه خالص. وانت؟ لا انا اسد. جميله الجميلات يا ماشي. الله يخليك كده سمعني الاهلي كده. ايوه خش لي زوم بالكاميرا. ايوه الاهلي اف سي بس تعالى يا عم. انا سمعت الاهلي كتير وقليل. ايوه كده. ما شفتش بالجمال والحلاوه دي في مونتاج يا كابتن؟ لا 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 احنا ما فيش مونتاج؟ لا اقسم بالله ما كنا عايشين. يعني ما فيش كده. شوفوا يا جماعه والله العظيم ما بهزر، حتى بنضحك وفرحانين ومبسوطين. الاهلي هو مصدر السعاده. الاهلي مصدر السعاده في كل حاجه. في الفولي احنا بنحاول نجيب حد ان شاء الله من الباسه يكون معانا، وبحيي فرناندو المدير الفني واللعيبه كلها، هقول اسماء الكتيبه كلها من اولها لاخرها، لكن والله انا احيي مجلس الاداره ده زي ما قال فارس زي ما قال اسامه. مجلس اداره خلى طموحنا وتطلعاتنا في حته ثانيه خالص. حطوا معايير صعبه. احنا طبعا احنا رحنا في حته في مسافه بعيده خالص. ما بقى دلوقتي يقول لك ايه؟ طب يعني نكسب مثلا فرقه في كاس العالم؟ لا تتاهل ان شاء الله. لازم تكمل بعون الله. طب تعمل لا 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 خلاص بقى. ده طموحك الطبيعي، ده طموحك المشروع اللي انت عايش فيه. يعني الحقيقه خبر جميل وخبر سعيد وخبر يسعدنا ويفرحنا جميعا، ودايما يا رب من نجاح الى نجاح. سالتك كده قبل الفاصل محمد عبد المنعم ممكن يكون مع الاهلي في كاس العالم للانديه؟ اتمنى، لان محمد عبد المنعم افتقد النادي الاهلي اكتر كمان ما النادي الاهلي افتقده. طبعا هو قيمه كبيره جدا كلاعب كان فارق مع النادي الاهلي. انا بشوف ان محمد عبد المنعم من ساعه ما خرج من النادي الاهلي احنا تاثرنا هجوميا. هجوميا. ناس تقول لي الجمله الغريبه دي. تاثرنا هجوميا. تاثرنا في نسب الاستحواذ لانه لاعب عنده كنترول عالي على الكوره. تاثرنا في التدرج بالهجمه البيلد اب بتاعك. اتاثرت في حاجه كابتن اسمها الباترن اللي هو الشكل اللي انت بتطلع بيه في الكوره. اتاثرت في كل ده. فانا بشوف ان احنا افتقدنا محمد عبد المنعم، بس اللي عايز اقول حضرتك محمد عبد المنعم افتقد النادي الاهلي اكتر. طبعا بالتأكيد. لان هو كان مع النادي الاهلي ملك متوج على قلوب الاهلاويه، ويمكن هو مشي بشكل يا كابتن يخليه يحلم يلعب مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي جمهوره يبقى نفسه ان هو يلعب معاه، لانه عمل رساله اللي كانت في الفيديو الجميل ده أوي أوي. من اذكى اللاعبين اللي خرجوا من النادي الاهلي. لا كان بيتكلم مشاعر طبيعيه. لا ذكي يا كابتن يعني ان هو يعني عرف ازاي يقول لجمهور النادي الاهلي انت كبير وانا شايفك كبير، شايفك صاحب الفضل، كنت وما زلت وستظل. انا عايز اقول ان رغبه زي ما رغبه تريزيجيه يجي النادي الاهلي، انا متاكد ان حاليا رغبه منعم ان هو يجي الاهلي. وعارف يا كابتن، استنى بس الايضاح والتوضيح، انا ما اعرفش رغبه تريزيجيه. لا لا ولا انا احنا ما نعرفش. ما انا جديد، اصل انت قلت زي ما كان انا كمان قلت حصري. لا 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 زي ما رغبه تريزيجيه. اعتقد اي لاعب مصري حاليا مر على النادي الاهلي اعتقد
إذا كان فعلا عاوز يصنع تاريخ ومجد ولقطات للذاكرة وتظل طول الوقت بتذاع عبر أجيال وأجيال، فرصة حقيقية فعلا إن أنت تيجي تساهم في المجد ده لنفسك قبل النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي حاليا أعتقد يعني منارة للأندية للعيبة المصريين بلا استثناء، بمعنى بلا استثناء. فكرة الإعارة للبطولة اللي هي أودة البطولة بس بتحبذها ولا بترفضها؟ على حسب، بمعنى يعني لو أنا هجيب لاعب مصري أنا أتمنى اللاعب المصري يجي يكمل مع النادي الأهلي مسيرة النجاحات اللي هتكمل. حلو، يعني مثلا يجي سنة. بالظبط. لكن لو هتجيب لاعب نجم كبير في المتناول، وبعدين ايه في المتناول؟ يعني ممكن في نجوم عالميين جم في جنبنا في الوطن العربي، لو في مركز معين ولاعب بخصائص معينه ممكن يجي ويكون عنده الرغبه الاكيده انه يحقق نجاحات في البطوله دي، ليه لا؟ يعني انت من الناس اللي موافقين انه لعيب ممكن يقعد معاك بطوله ويمشي زي الهاندبول كده؟ زي الهاندبول. انا ليه بقى؟ لان البطوله دي استثنائيه والحارس استثنائي، فانا بطرح فكره ربما، بس طبعا كل ده يعني امر متعلق بمجلس اداره النادي الاهلي ورؤيتهم. لكن انا مع فكره ان طالما احنا بنستغل في كره اليد في بطولات كره اليد واحنا كنادي الاهلي بنعملها، ليه ما نعملهاش مع لعيبه في المتناول؟ انا ممكن دلوقتي وانا بكلمك جاب زيني رياض محرز مثلا. رياض محرز حاجه جميله. انا عايز وينج رايت. رياض محرز كان مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي مع اهلي جده، تقدر بطريقه تعاونك مع انديه سعوديه بشكل او باخر يجي يديك اضافه قويه جدا. انا مع الفكره بس مختلف عن طرح نوعيه لعيبه رياض نوعيه اللعيبه اللي زي رياض محرز. ليه؟ انا عايز لعيبه كابتن شوبير عايز يروح لحته تانية وعايز يروح لمرحله، ما عنديش مشكله ان انا ممكن ابقى الاداه دي او الوسيله دي. ازاي؟ وين وين سيتويشن. تعال العب معايا في كاس العالم للانديه، اللعيبه اللي بتترجتها من البرازيل ومن امريكا الجنوبيه وكنت بتلاقي صعوبه شويه يجي يقول لك هلعب دوري ابطال افريقيا، اصل الاجواء في الدوري المصري، اصل كذا. لا، انت هتقول له احنا عندنا بلان مع بعض، هتيجي تلعب بطوله زي دي، انت هتسوق نفسك في محفل كبير وعالمي وتقدر تاخد خطوه كويسه او انتقال جيد، وانا اقدر استفيد منك فنيا. مش عايز اللعيبه اللي هي تشبعت او خلاص وصلت لمرحله في الكارير بتاعها هو بيعمل فلوس وخلاص. لا انا عايز اللاعب اللي عايز خطوه ثانيه. خليني، عشان قلت رياض محرز، انا عندي معطيات ليه رياض محرز. ليه بروح للاعب عربي؟ انا بتكلم على المبدا. المبدا أنا موجود. رياض انا من عشاقه عشان بس لا وكمان نقطه، انا بتكلم على المبدا. عارف كويس قوي يعني ايه كره في القاره المصريه، عارف كويس قوي يعني ايه النادي الاهلي، لانه في النهايه عربي، لاعب عربي. فكره لعيب يلعب شهر او 15 يوم دي بالنسبه لي مش محبذه قوي يعني. ما حضرتك مش بتدور اللاعب بتبني فريق بيه للمستقبل، انت جاي يا كابتن بطوله فعلا انت عايز توصل لابعد نقطه فيها. انا شايف الطرح ده مناسب للظرف مش كمبدا. بس في نقطه يا كابتن ممكن نتكلم فيها، على الاقل سيزون. على الاقل سيزون او في نقطه، يبقى هتروح لكواليتي اقل. كواليتي اقل طبعا. لان مفيش حد هيسيب لك نجم كبير ان هو يجي يلعب معاك. طبعا ما بقولش نجم كبير، بس بقول نجم ماله هدومه يعني. قصه كريستيانو كده يا جماعه. طيب. ده كلام لا اساس له. كابتن خليني اقول لحضرتك طرح. انا مثلا هروح للعيبه موجوده في دوري امريكا الجنوبيه، دوريات امريكا الجنوبيه او الدوريات مثلا سي الدوري البرازيلي، مش في الفرق اللي هتلعب في البطوله. طبيعي هيكون عندهم شغف ان هم يكونوا موجودين زي الفرق بالميراس وغيره. انت عشان تبيع اللاعب ده الفكره، هتيجي تقول له تعالى العب معايا البطوله، ثم هيبقى عنده تارجت بعد كده. ممكن تسكت شويه؟ طيب، عشان معانا الدكتور مهند مجدي رئيس بعثة الاهلي. طيب. في البرازيل. مبروك طبعا، ده نجم الحفله يعني. احتفل نجم الحفله النهارده. دكتور مهند، يا صباح الفل يا مساء الفل والف مليون مبروك يا حبيبي. يا دكتور. دكتور مهند سامعني؟ طيب معلش نرجع لدكتور مهند تاني. فارس مش عايز المكالمه تاني. انا سكت على الفاضي. سكت على الفاضي. بس انا الحقيقه ما اعرفش، انا وجهه نظري انا الشخصيه، اقول لك وجهه نظر في انه فكره انه حتى في الهاندبول ما بحبهاش، حتى في يعني انا ما بحسهاش يعني. ممكن الكلام ده انا مع الناس تزعل مني فيه، وحتى داخل النادي نفسه يعني، لكنه ما اعرفش انا يعني. ما تجيش مثلا تقول ايه قدم حلقتين في قناه الاهلي ويمشي. لا، انا عايز احس بالانتماء يعني. يبقى انا عارف ان حضرتك واخدها من الزوايا. انا فاهم يعني. ما اعرفش، ممكن تكون حاجه فكره جيده وممكن لعيبه تيجي تصنع الفارق يعني، بس احساسي كده. وكمان يا اسامه، طب ما اللعيب اللي موجود طالع عينه ده طول الوقت، هتيجي تجيب له واحد على البطوله دي وبعدين يمشي، بعدين ترجع تلعبه في المسابقات اللي بعد كده، ما هتعمل معاه ازاي؟ مش عارف، احساسي يعني شويه. طيب، عشان معانا الدكتور مهند مجدي رئيس بعثة الاهلي. طيب. في البرازيل. مبروك طبعا، ده نجم الحفله يعني. احتفل نجم الحفله النهارده. دكتور مهند، يا صباح الفل يا مساء الفل
والف مليون مبروك يا حبيبي. يا دكتور. دكتور مهند سامعني؟ طيب معلش نرجع لدكتور مهند تاني. فارس مش عايز المكالمه تاني. انا سكت على الفاضي. سكت على الفاضي. بس انا الحقيقه ما اعرفش، انا وجهه نظر انا الشخصيه هقول وجهه نظر في انه فكره انه حتى في الهاندبول ما بحبهاش، حتى في يعني ما انا ما بحسهاش يعني مرة. ممكن الكلام ده انا مع الناس تزعل مني فيه وحتى داخل النادي نفسه يعني، لكنه ما اعرفش انا يعني. ما تجيش مثلا تقول لي قدم حلقتين في قناه الاهلي ويمشي، لا انا احس، انا عايز احس بالانتماء يعني. يبقى انا عارف ان حضرتك واخدها من الزوايا. انا فاهم يعني، ما اعرفش ممكن تكون حاجه فكره جيده وممكن لعيبه تيجي تصنع الفارق يعني، بس احساسي كده. وكمان يا اسامه، طب ما اللعيب اللي موجود طالع عينه ده طول الوقت، هتيجي تجيب له واحد على البطوله دي وبعدين يمشي، بعدين ترجع تلعبه في المسابقات اللي بعد كده، ما هتعامل معاه ازاي؟ مش عارف، احساسي يعني. بص هو هي مرتبطه. طب معانا الدكتور مهند تاني. انا المره دي اسكت انت يا دكتور مهند. يا كابتن شوبير ازي حضرتك؟ صباح الفل، مساء الفل، والف مبروك ومساء النصر يا دكتور مهند. الله يبارك يا كابتن شوبير. الحمد لله كرم كبير من ربنا، الحمد لله اول فوز في تاريخ النادي الاهلي والانديه الافريقيه في تاريخ مشاركتنا الحمد لله في بطوله العالم. الحمد لله. الله 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 الله. يعني بص انا بيني وبينك ايه، انا عمال احسبها وعارف الفولي في البرازيل مستواهم عالي، وبعدين شفت الشوط الاولاني 1-0 قلت يا فرج الله، وبعدين اتعادلنا 1-1 قلت ربنا يستر، وبعدين 2-1، وبعدين نقطة بنقطة لحد 27-25. احكي لي شوية دكتور، احنا ما كناش شايفين، انت اللي تحكي لنا، انت عنينا دلوقتي يا دكتور، وبارك لي الفرقة كلها الحقيقة. والله طبعا السفر كان مرهق جدا. نعم. انا وصلت الفجر على في رحلة اخذت اكتر من 30 ساعة عشان نوصل هنا. طبعا الفرقه كانت في معسكر قبلها باسبوع، كانت موجوده هنا. الرساله كانت واضحه اللي انا قعدت فيها النهارده مع الفريق والجهاز الفني بعد المحاضره الفنيه. نعم. رساله واضحه من كابتن محمود الخطيب، وانا نقلتها للعيبه ان انا موجود هنا، وثقه مننا فيهم لان انا ممثل لمجلس الاداره. نعم. ثقه مننا ان احنا نقدر نعمل حاجه. الرساله الثانيه كانت استمتعوا بالملعب واستمتعوا بالحدث وطلع كل حاجه عندك وما تشيلش هم النتيجه. اعمل اللي عليكوا بس. الرساله الثالثه كانت الدافع الاهم للناس، برضو ممكن تكون الناس مش عارفاه، انه الاتحاد الدولي كان مانع الانديه الافريقيه من انها تشارك في بطوله العالم من 2015. yeah. نتيجه انه ظهور المستوى الانديه الافريقيه بمستوى مش افضل حاجه من وجهه نظرهم. انا قلت لهم ده الدافع، ده اكتر دافع ممكن يحسسكم ان انتوا تثبتوا للناس ان احنا النادي الاهلي ممثل الكره الطايره في النادي الاهلي وكره الطايره المصريه والكره الافريقيه قادرين بان احنا موجودين هنا من 2015 لحد السنه دي. احنا كسبنا بطوله افريقيا 6 مرات، ما شاركناش في البطوله اللي من توجيهات الاتحاد الدولي. فالنهارده احنا الحمد لله كان مكسب كبير جدا. الله يبارك فيك حاليا، الله يخليك، مبروك ليك، الله يبارك فيك. كان اثبات دروس كتير متعلمه ان مفيش مستحيل، وان الملعب بيدي للي بيتعب وبيدي للي بيحترم الملعب. مالناش علاقه بالتاريخ ولا بالاسامي الكبيره، لكن اللي بيتعب وبيدي الملعب هو اللي ربنا بيكرمه. والحمد لله الرساله وصلت للعيبه وكانت باينه على ادائهم في الملعب الحمد لله، وربنا يكرمنا في اللي جاي. لسه عندنا ماتش صعب جدا ايطاليا، وماتش صعب جدا ايران. زي ما الناس كانت، زي ما حضرتك كنت بتقول فعلا ان بحسابات الناس ان ممكن الامور تبقى صعبه، لكن الحمد لله في الاهلي مفيش مستحيل الحمد لله. دكتور يعني اديني كده، اوصف لي مشاعرك في الكره الاخيره 27-25، نتوقف عشان الفار نتاكد انها بره، بعدين نشوف تاتش بلوك ولا لا، اللحظات الصعبه دي احكي لي شويه يا دكتور. انا كنت طبعا اول ما حصل التشالنج ده طبعا يعني قلقت جدا. نعم. لكن لما بصيت في وشوش اللعيبه قبل ما يتعرض الفيديو بتاع التشالنج، وقد ايه هم واثقين في النقطه وواثقين في الشو في الـ في الـ في, الـ في ان النقطه لينا وان احنا خدنا الماتش، ارتحت والحمد. نعم. لله مع اعلان النتيجه كانت شعور جميل جدا جدا الحمد لله، يعني ربنا يكملها على خير يا رب الحمد لله. الفوز في البرازيل وعلى فريق برازيلي وعودة الكرة الطائرة الإفريقية إلى العالمية على يد النادي الأهلي بيمثل إيه يا دكتور مهند؟
لا لا نقله كبيره جدا. حضرتك ما تشوفش النهارده دلوقتي نائب رئيس النادي جه وشكرنا وسلم سلم عليا وشكرنا واحنا اهديناه درع النادي الاهلي، وده اللي احنا كنا بنقوله انه جاهز دروع كتير يا دكتور مهند، جاهز دروع كتير واهدي دروع كتير مش مشكله بس نكسب ان شاء الله. نعم صحيح، احنا بنكبر الناس على احترامنا، بنكبر طبعًا الناس على طبعًا. ان هم لما بتكسب بتبقى قيمتك بتفرق جدا، وفي نفس الوقت الجاه بينك وبين المنافسين بقى بعد كده لما بترجع تاخد ثقه وخبرات بينك وبين المنافسين في افريقيا او في مصر بتكبر، لان بتاخد خبرات. عندنا لعيبه النهارده اول مشاركه دوليه ليها كان النهارده في ماتش النهارده، فده ده ده انت بتبني اجيال، بتبني اجيال خبرات مع الشباب، والحمد لله اكتر حاجه كنا مواصلين عليها ان احنا نبقى هاديين ونبقى مركزين، لانه في الماتشات الكبيره الامور الفنيه الكرات بتبقى قريبه، والامور الفنيه والتكتيكيه مش هي اللي بتحسم الماتشات، اللي بيحسم الماتشات اللي اهدى في الملعب واللي اعصابه هاديه واللي قادر، كل ما تبقى هادي كل ما تقدر تعرف ترجع في الجيم. انا حضرت في شوط احنا كنا بدأنا 5-0 وقدرنا نعوض ونكسب الحمد لله. فالحاجه الثانيه الاخيره عايز اقولها ان كابتن الخطيب اول ما خلص الماتش لقيته اتصل بيا وكلمني وبيشكر اللعيبه ووصل لهم رساله بيقول لهم قد ايه كان هو قاعد فخور بيهم، هو بيتابع المباراه في قطر. فدي الحاجات المعنويه دي بتفرق مع اللعيبه جدا، انه 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 زي ما فريق الكوره رايح مشارك في كاس العالم في قطر، عندنا فريق الطايره رايح مشارك في كاس العالم في البرازيل، عندنا طول الوقت تحديات بنحاول ان احنا نعمل فيها احسن حاجه ممكنه عشان نفرح جمهورنا وعشان نقدر نعمل انجازات الحمد لله. دكتور انا شايف البعثه بلاعبتنا يعني ما اضفناش حد صح ولا انا مش واخد بالي؟ ايه ده؟ زي ما احنا ما عندناش اضافات خالص، هو جارسيا بس لعيب الكوبي المحترف، زي ما احنا مفيش حد تاني خالص. الحمد لله الحمد لله، واللعيبه كلهم مجتهدين، كلهم عايزين يثبتوا نفسهم، كل واحد عايز يثبت مكانه، وده عامل حاله جميله جدا في الفريق الحمد لله. الف مبروك يا دكتور مهند، وان شاء الله نتصل ونبارك لك مره ثانيه وثالثه. محمد فارس بيحييك واحمد اسامه بيحييك وكل الجمهور وكل فريق العمل، والناس كلها سعيده جدا لهذا الانتصار، ويا رب يكتر افراحنا يا رب يا دكتور مهند. الحمد لله الحمد لله، شكرا جزيلا ودعواتكم للماتشات اللي جايه ان شاء الله. يا رب توفيق يا حبيبي، ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب حاجه. نعم الاهلي خيره على الله. بقول لك مانعين مشاركه من 2015 بقالك 10 سنين. ما هو ده كابتن اللي احنا بنقوله، انت شايل الرياضه مش المصريه بس، ده الافريقيه كمان على كتافك. طب اديني حق يا اخي، ده اديني حته من حقي. والله اديني. والله يعني ايه ده؟ ايه يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، والله العظيم ثلاثة يعني لو لم اكن اهلاويا لوددت ان اكون اهلاويا يعني بصراحة، ده حاجة منتهى الجمال يعني. عشان بس عشان الناس ما تاخدش القصة بتاع دي كلمة زعيم مصطفى كامل الشهيرة، لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. الاهلي عنوان مصر واهلاويا يعني، الاهلي عنوان مصر حاجة جميلة يعني. كلنا نفتخر بالانتماء لمصر، لكنه والله سنة الواحد فرحان قوي بجد والله. وبعدين وما يهند ده حد جميل، كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. انا عايز تلاحظ شوف عصران وهو واقف، عصران اللي هو احتفل باحتفال شديد، لان هو اللي توقع الكره دي هتكون بره الخطوط، فهو قاعد على اعصابه اول لما جت بره كمان يعني لف الصاله. وهنا لازم نوجه التهنئه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود خطيب اللي علق في المنحاض من الدوحه بالزبط. شغال معاهم في البرازيل اللي علق في جماهير النادي الاهلي على الطموحات. ونقطه كمان يا كابتن دائم الذكر، ربنا يرحم الاستاذ العمري فاروق. طبعا طبعا، وطبعا مبروك للكابتن خالد العوضي، حقيقه منظومه عمل داخل النادي الاهلي. خالد بكلمه النهارده قال لي مش قادر يا كابتن. قلت له ايه؟ قال لي يا عيني ما بين الباسكت في مع الفرقه وما بين الفولي، هو عيني بس الحقيقه فعلا عمل شغل كويس قوي. ده حقيقي عمل شغل جميل يعني، وهو في البدايه كانت كل ما يعني يظبط لعبه تضرب منه لعبه ثانيه. الالعاب بقى كلها تظبط بس الباسكت عايزينها تظبط شويه كده ان شاء الله. كابتن كمان الرساله اللي اتقالت دي مهمه كمان لمباراه كاس الانتر كونتيننتال، ونقدر نربط بيها فكره العب على قدر اسم النادي الاهلي واستمتع وانت كلاعب اصنع لنفسك تاريخ. هو ده، وانت هتصنع فين تاريخ زي النادي الاهلي؟ يعني انت هتلاقي مكان فين تصنع فيه التاريخ زي النادي الاهلي؟ فانا دايما بقول يعني منظومه النادي الاهلي اي حد يا بخته بالتواجد فيها. مجلس اداره بيحقق بطولات تاريخيه، وانا قلت لحضرتك تختلف تتفق في بعض الامور اللي احيانا جماهيريا بتثار، ولكن يا كابتن انا قلت لحضرتك بعد سنين هذا المجلس سياخذ حقه من التوثيق
بما لم يتخيل احد. صح. بالارقام. صح. ودايما احنا عندنا ذاكره التاريخ اللي بتكون اقوى، هتلاقي حضرتك دايما في الوقت. نعم. اللي كان فيه اي حد بتبخسه بعض الامور. نعم. في من حقه. انا بقول لحضرتك تاريخيا هذا المجلس سيصنف ان هو اللي قدمه للنادي الاهلي كتير جدا، وبنتطلع للمزيد طبعا لان هو ده. طيب. هو ده جمهور الاهلي. عامل لكم سابقه انتوا الاثنين، اتفضل. المجلس ده نفسه في ايه عشان يبقى كمل الاستاد؟ برافو عليك. ما خلاص. الاستاد مذاكريه يعني هو كده. حلم كابتن محمود الخطيب. قفل اللعبه. وبرنامجه الانتخابي. نعم. عائله النادي الاهلي كان لديه حلما واضحا. نعم. وهو استاد النادي الاهلي. ادي لك حته برضه. ده ماشي. قربوا يعني. يمضوا. قربوا يمضوا على اسم الراعي. قربوا يمضوا على اسم النادي. اسم الاستاد. اسم الاستاد. متوفر الراعي ليه؟ متوفر وشغال و100 فل و14 بس هو هيبقى باسمه لوحده ولا الاهلي يسبقه؟ يعني الاهلي فارس. ولا فارس لوحده؟ واصله كده ولا ايه؟ زي اليانز ارينا مثلا، هو 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 الاسم بتاع الشركه فقط. زي الامارات زمان. ماشي اهو مفيش. لا انا بحاول افك الاصل والله. حضرتك ما بتلمش كلمه كده يا كابتن شوبير. ما انت لقيت. وانا يعني نفسي اجيب حاجه. ما انا مرارة انا بقول لك انت قلت اليانز ارينا، فانا قلت لك ده كان زمان. خلاص اهو في اوضح من كده. لا ده وصلت 99% من الاجابه. ده كان وصل اليانز ارينا انه كان خلاص القصه انتهت، بس ده كان زمان. فده خلاص الان مصري. نقدر نبص. مصري. مصري بس هو هيبقى الاهلي ولا الاهلي فارس؟ ماشي كده؟ وصل. ايش بقى انتوا شوفوا القصه كلها. انزل يا عم بالدفعه الثانيه من الاسئله قبل ما نروح لفاصل في الحلقه الجميله اللي انا مستمتع بيها. نورا الحكيم صديقتنا العزيزه. مساء الخير كابتن شوبير، مساء الخير فارس، مساء الخير اسامه. سؤالي ايه افضل تشكيل يلعب بيه كولر ماتش كاس التحدي؟ تتوقعوا النتيجه هتكون ايه؟ دخلنا في التوقعات والاسئله الصعبه. نورا دايما مصعبه. بس نورا جميل. يلا قولوا التشكيل. هتتوقع معانا يا كابتن؟ يلا معاك. ماشي. الشناوي في حراسه المرمى. تمام. يحيى عطوش الله. يحيى. رامي ربيعه. رامي. ياسر ابراهيم. ياسر. عمر كمال. عمر. مروان. مروان. اكرم. اكرم. توقع ده كله صح؟ يلا. قلت حاجه معانا. معانا التشكيل. امام. امام. رضا سليم. رضا. حسين الشحات. حسين. وسام وعلي. وسام. قول يا باشا. الشناوي. يلا. يحيى عطية الله. ماشي. ربيعه. ياسر ابراهيم. نعم. خلينا في الاجهز. اكرم. توفيق يمين. اكرم توفيق باك رايت. اكرم توفيق باك رايت. مروان عطيه. واعتقد معاه امام. ايوه. هو التالت انا محتار فيه. عشان كده هو اختيار عمر ناحيه اليمين. لا ما انا بقى حطيت اكرم عشان انا محتاج اكرم. ما هو يعني هي بس هو انت المشكله ما عندكش مين في النص مكان اكرم. واكرم مهم في النص. عشان كده هي دي المشكله. وحته الاجنحه انا خايف جدا لان بوتافوجو بيحضر على مش عمق الملعب، بيحضر على الفلانكس. مين باك رايت؟ مين باك رايت؟ اكرم ولا عمر؟ زنقتني يا كابتن عشان لازم احلم اكرم. لا أكرم. انا كده ولا هتحط عمر وتدخل اكرم في النص؟ ما هو ده الحل برضو. ده الحل. ماشي كده. هنروح لامام الثلاثي الامامي. وسام مفيش فصال. حسين مفيش فصال. هو قال رضا. انا مع رضا برضو. انت مع رضا. انا بس همشي معاكم في ده. طاهر مكان رضا. اعتقد انه كولر بيفكر كده. هو اقرب طبعا. اعتقد لانه طاهر في فورمه جيده والمباراه دي محتاجه تفنس كويس، فهو. طب اسال حضرتك سؤال. هي المشكله في الباك رايت. لو حضرتك بتفكر تلعب اكرم باك يمين في حل ليها؟ لا هو ممكن يعمل حاجه تانية. ايه بقى؟ هو ممكن يحط خالد باك يمين، خالد عبد الفتاح، ويخلي اكرم في وسط الملعب. ويخلي اكرم لازم على اساس ان خالد دفاعي. بس الحقيقه عمر عمل ماتش كويس. لا طبعا يعني الماتش اللي فات ورقه هجوميه جيده. المشكله دي اللي اتحطت دي كان ممكن سهل جدا اكرم يتحط باك رايت لو احمد نبيل كوكا. طبعا. لو احمد نبيل كوكا كان حللنا المعضله دي. ماتشات محليه بعيده. يبقى اعتقد هو التشكيل الاقرب من وجهه نظري محمد الشناوي، عمر كمال، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يحيى عطية الله، مروان عطيه، اكرم توفيق، امام عاشور، وسام راس حربه، حسين، وطاهر او رضا. بس غالبا طاهر ده توقع. اللي بعده جمعه الديب. مساء الفل يا كابتن شوبير، تحياتي للشباب ومستقبل حراسه الاهلي فارس واسامه. يا
ده انت ابن حلال مصفي والله. احنا ما حد ملفات لجنه الانضباط. تصدق بس. طب خلينا نجاوب بعد الفاصل يعني. خلينا ده نروح الفاصل. بس ده عايز سوا سوا والسهره تحلى سوا سوا هنغني غنوه. ماشي. يبقى الاستاذ جمعه الديب كان بيتكلم على لجنه الانضباط وانا كتبت اهو حتى لا انسى. اللي بعده يا جماعه نصر الدين. تحياتي لحضراتكم الضيوف الكرام اللي بستمتع معاهم وبكلامهم. عايز اقول لهم رايكم ايه في اللي بيطلع على الشاشه يقول الاهلي مش بيمثل مصر ده بيمثل نفسه ليه؟ والاهلي من اسبانيا مثلا. توقعات حضراتكم للاهلي في بطوله كاس العالم؟ والاهلي الاهلي المصري رافع رايه الرياضه المصريه. نعم. على مدار التاريخ. اي حد يقول ان النادي الاهلي لا يمثل مصر ده حد محتاج فورا فورا بجد والله يعني يكشف. محتاج ايه؟ يكشف. يكشف. ماشي. طيب مساء الخير يا كابتن شوبير يا نظر الاعلام الرياضي. مساء الخير على درع الاهلي فارس واسامه. سؤالي تتوقع تطوير الكره المصريه في مجلس اداره الاتحاد الجديد وحل المشاكل اللي على الساحه؟ طب ايه رايكم نروح الفاصل؟ الناس عايزه تاخد الملف. سعيد ايه؟ سعيد عرابه ولا سعيد غرابه؟ عشان بس اقول الاسم صح يا جماعه. المهم انه هنا الاستاذ جمعه اللي فات وهنا يعني. سعيد غرابه. ماشي. صعبه طيب. عليك. خلينا لا صعبه ليه؟ لا هي, هو لا هي الناس متوقعه الناس متوقعه طبعا ان احنا كنا اكيد هنفتح الملف والله لو حضرتك مجهز. والله العلي العظيم. طيب. رحيل مجلس علام وعقوبات الانضباط ده احنا قاعدين ايام اهو موجود ده بالتاكيد. عملت عداد اتحاد الكره. اتحاد الكره انا فاكر حط ايده كده وقال النهارده ايه الثلاث الاربع الخميس. احنا ورانا ايه؟ ورانا ايه؟ وخميس يجيب خميس. اوه سبت يجيب سبت يسلم سبت يسلم سبت يسلم سبت. مش كده؟ انا بحب الكلام العميق. دينيلي وفوازيرها الجميله الرائعه. خلينا نروح لفاصل نرجع تاني. طب تعالى مين معانا يا جماعه؟ كابتن احمد صلاح. يا صباح الفل ولا مساء الفل ما اعرفش عندك صباح ولا بالليل يا ابو كباتن يا جميل. اسطوره حبيبنا الاسطوره ده. ايمن اسامه احمد اسامه ومحمد فارس بيقول لك صباح الفل يا اسطوره. صباح الفل عليكم جميعا يا رب. تسلم ايديك حبيبي حبيبي يا كابتن احمد والله الف 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 شكرا. والله تسلم ايديك بجد. تسلم ايديكم كلكم يعني انتم عايشيننا يا احمد. ربنا والله. انا بقول احمد عشان انت حبيبي بس واخويا الصغير يعني. فانت كابتن الكباتن. شرف ليا يا كابتن. ربنا يعزك يا رب. بجد عايشيننا يا ابو حميد في حاله من النشوه والفرحه والسعاده. انتم بجد انتم مفرحيننا يا جماعه. انتم مفرحين الناس وانا بحاول كل شويه اوصل الحدث ده للناس عشان الناس يعرفوا قيمه النادي الاهلي في كل اللعبات. وانتم النهارده في كاس العالم في البرازيل بتفتتحوا البطوله بهذا الانتصار الكبير. احكي لي. الحمد لله رب العالمين. ده كرم كبير جدا من ربنا والله ودعم الاداره ودعم الجمهور. الحمد لله رب العالمين والله. احنا تعبنا جدا الفتره اللي فاتت دي وده كان يعني ده كان الحمد لله يعني ده المجهود الحمد لله راح على الارض يعني. ربنا كرمنا النهارده ودي كانت بدايه وربنا يكرم اللي جاي ان شاء الله. طيب ابو حميد يعني عندنا بكره مع بطل ايران مش كده؟ مظبوط. ماتش صعب شويه. الساعه كام؟ عندنا 10 الصبح عندكم في القاهره الساعه 3 العصر. احنا المفروض بالنسبه لنا احنا بعد كام ساعه. ربنا يكون في عونك والله. بس يعني الفريق الايراني انا عارف الفولي في ايران صعب شويه. هم فرقه كبيره طبعا فرقه محترمه بس احنا الحمد لله برضه فرقه كبيره وفرقه محترمه. وان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل اللي علينا والمكسب واستدعت ربنا بس انا معاك احنا نعمل اللي علينا يعني. اللحظات الصعبه اللي في المباراه النهارده فوزنا بالجيم الاولاني خسرنا الجيم الثاني وبعدين الثاني والثالث والثالث بقى اسف الرابع بالنسبه لنا واحنا في يعني النهايه الاحتكام للفار. احكي لي شويه. والله يا كابتن احمد يعني طبعا اول حاجه الموضوع يعني الصاله حر جدا جدا الرطوبه حر جدا الصاله جدا جدا جدا. طبعا يعني ممكن بعد كل كام بونت كده تلاقي الناس مش عارفه تاخد نفسها بس ده طبيعي هنا طبيعي بس الحمد لله احنا كنا قد المسؤوليه والماتش كان صعب طبعا جدا لكن احنا الفرقه رجاله وقد المسؤوليه واحنا ذاكرنا الفرقه كويس جدا
والحمد لله كل اللي حصل في المحاضره نفذناه، عشان كده الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله رب العالمين. دايما بنخاف يا ابو النجوم لما بنعمل حاجه محترمه وجميله بنيجي بعدها يعني بشويه كده ما بتبقاش النتيجه تمام التمام، فيعني اكيد عاملين حسابكم ان انتوا عايزين تفرحونا كلنا يا ابو حميد. والله يا كابتن احنا رايحين البطوله دي زي ما قلت قبل كده وقلت في كل حته اللي احنا مش رايحين اداء مشرف، احنا رايحين نعمل حاجه للنادي الاهلي ومصر كلها، نفسنا نعمل حاجه كبيره ان احنا فرقه كبيره ونادي كبير واحنا مش اقل من اي فرقه موجوده في كاس العالم للانديه، فده كان هدفنا والحمد لله كانت البدايه موفقه، فباذن الله ربنا يكرمنا في اللي جاي، احنا بس محتاجين الدعم كبير من الجمهور الاهلي وده يبقى دايما ورانا، يعني ده اهم حاجه بالنسبه لنا، طول ما هم ورانا احنا نبقى مطمنين ومرتاحين اللي هم في حد في يعني. الجمهور قالب لك الدنيا على فكره، والقناه هنا عاملين لك شغل احلى شغل واحلى. انا لسه ما شفتش والله كابتن احمد لسه خارج من الماتش حالا. ما هو احنا بنوريك اهو يا عم احمد اهو بنوريك وبنسمعك اهو. حبيبي حبيبي يا كابتن كل الجمال بتاعكم. عايز بس اقول للناس انه ان شاء الله باذن الله في حاله تخطينا بطل ايران بنصل مربع ذهبي، صح كده؟ مظبوط يا كابتن باذن الله. هم 8 فرق صح؟ مظبوط. احنا نبقى في نص كاس العالم للانديه يا ابو حميد دي ايه بقى؟ يا رب اقسم بالله يا احمد. لا امنيتنا والله. بص هعمل لك عزومه انت ومن تحب، ماشي؟ حبيبي. فكل الغالي والنفيس بدءا من الطماطم والجبنه القديمه والجبنه الجديده والجبنه الرومي. مستنيين الكلام ده والله. لا والله بص عزومه سي فود ان شاء الله في حاله وصولنا للمربع الذهبي ما فيهاش لا فارس ولا اسامه. ليه بقى؟ لا ماشي. اسطوره. الفرح كده كلها اسطوره. اسم احمد قلنا اسطوره. اسطوره صحيح. يعني الاسطوره هيروح ياكل لوحده. حبيبي يا ابو حميد سلم لنا على مستر فرناندو وسلم على النجوم كلهم من اولهم لاخرهم وهتبيتونا ليله سعيده يعني ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. عبالي جاي كله باذن الله. حبيبي يا نجم النجوم كابتن احمد صلاح. حاجات الجميله. شكرا جزيلا مشكورك. حاجات عبد الله عبد السلام يا نجم النجوم. سلام حبيبي يا كابتن. يا عبد يا جميل. انا عزك ربنا يخليك يا ابو كباتن. ايه الجمال ده والحلاوه دي يا عبد الله؟ اسطوره تاني. اسطوره كمان. اسطوره واحد اسطوره اتنين. تحيات محمد فارس، تحيات احمد اسامه ليك، تحيات كل الجماهير، تحيات كل فريق العمل. مبسوطين جدا يا عبد الله، فرحانين جدا جدا، عملتوا حاجه جميله، حاجه ممتازه، وان شاء الله عندنا امل في الله ان انتوا هتكملوها بكره بالفوز على الفريق الايراني باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن شوبير، برحب طبعا بضيوفك وحبايبي واخواتي طبعا. مبروك يا اسطوره. الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. وطبعا دي بدايه لينا ان شاء الله، مش يعني مش اخر حاجه طبعا، زي ما حضرتك عارف يعني تعبنا الفتره اللي فاتت جدا جايين قبل كاس العالم باسبوع، في مشقه في السفر، في تركيز، في جهد، في تعب من اول يوم جينا. طبعا الماتش ده كنا بنلعب عليه ومركزين فيه، فزي ما حضرتك شفت والساده الجماهير وكل الناس طبعا التركيز زين والجهد والتعب والروح والحب اللي بين الفرقه ده اللي بيولف الاداء الجميل حضرتك شفته النهارده دوت، واول فوز لينا وان شاء الله تبقى بدايه كده خير لينا في كاس العالم ان شاء الله، وربنا يكرم في اللي جاي باذن الله. طيب يعني اللحظات الصعبه في اللقاء يعني لازم تقول لنا، يعني لانه الاشواط متقاربه 25 23 23 25 25 21 بعدين 27 25، اعتقد المباراه اللي بتمشي بونت بونت دي بتبقى صعبه قوي يا كابتن عبد الله. طبعا يا كابتن شوبير، طبعا بالذات الجيم الاخير الجيم الرابع كنا احنا فرق اثنين لينا، كنا 21 19 طبعا فريق برايا رجع تاني للمباراه وبقى الليدنج علينا بونت وخلاص ده وان فور ذا جيم ليهم. بس الحمد لله يعني في عزيمه وفي اصرار وفي تركيز والناس يعني مصدقه ليها تكسب، ودي يعني مطالبه جدا وموجوده جدا عندنا في البولي اللي انت لازم تكون لحد اخر نفس مصدق ان انت هتكسب. والحمد لله رب العالمين يعني من البدايه لحد النهايه حتى لو كان في شد وجذب الاصوات كلها طبعا. نعم. فريق محترم، فريق دبي طبعا عنده لعيبه محترمين كتير الحمد لله رب العالمين. يعني البولي بقت صعبه قوي يا عبد الله. يا كابتن الفولي بقت صعبه قوي، ضربات الارسال وال يعني اتغيرت اللعبه، اتغيرت تماما طبعا. يعني الفولي يعني بحكم خبرتي فيها من اصعب الالعاب الجماعيه طبعا الموجوده في الالعاب الجماعيه. زي ما حضرتك شفت يعني الارسالات بقت قوتها بقت اسرع. ايوه. اللعيبه طبعا بقى مش زي الاول، في قامات كبيره وفي لعيبه مميزه كتير، وطبعا التكتيك اختلف وسرعه اللعب اختلفت، وكل يوم طبعا في جديد
البولي والحمد لله رب العالمين. يعني اختار شخص واحد تهدي له هذا الانتصار. انا طبعا يعني امبارح كان يوم وفاه والدي رحمه الله عليه. الله رحمه الله. طبعا بهديله فوز يعني رحمه الله عليه، ربنا رب يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب. وبعد طبعا امين للعيبه الرجاله والجهاز الفني ومسيرتي اللي مدعماني دايما وكل وقت، وجايبين النادي الاهلي المحترمين اللي مدعمينا على طول من اول يوم، ولحضرتك ولكل اللي معاك. مبروك يا عبد الله، وتحياتي لكل الفرقه الحقيقه. كلمناك وكلمنا احمد صلاح وسعداء جدا، وكلمنا دكتور مهند مجدي رئيس البعثه. يا رب من نصر النصر ومن الفرحه الفرحه. اسيبك بقى ترتاح شويه وربنا معاك يا رب ان شاء الله. كابتن عبد الاهلي هيلعب فولاد الايراني بكره الساعه 3 اللي هو الاربع يعني الساعه 3 مساء، وبعدين شيفاتانوفا الايطالي اسمه كده في الاخر شيفاتانوفا ميلانو الايطالي الساعه 1:30 يوم السبت باذن الله. كل التمنيات بالتوفيق للنادي الاهلي. البعثه عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، فرناندو مونزو المدير الفني، محمد السيد مدرب العام، محمد الحسيني المدرب، احمد محمد اسامه الاداري، اهاب فخر الدين الطبيب، اسلام محمدي العلاج الطبيعي، اسامه محمد اخصائي التاهيل، احمد محمد رضا وروسبير جون زاليس محللي اداء، شريف صلاح مدرب لياقه، محمد شهير الدين مدلك، والبعثه اللاعبين الابطال عبد الله عبد السلام، عبد الحليم عبو، احمد صلاح، عبد الرحمن سعودي، محمد عصران، عبد الرحمن الحسيني، حسام يوسف، محمد رمضان، سيف عابد، محمد عثمان، مصطفى جابر، خالد عادل، اسلام عبد السميع، زياد اسامه، ويندر جارسيا. نتمنى لهم يا رب التوفيق. خلينا بقى نختم بخناقه. يلا بينا. كنا منتظرين قبل أن يرحل اتحاد الأستاذ جمال العلام بما له وما عليه أن يعلن قرارات لجنة الانضباط، خصوصا أنه السيد المستشار شيرين فهمي ظهر وتكلم وأوضح أنه كل شيء تمام وأنه العقوبات موجودة. أنا ماليش دعوة بقى تعلنوها ما تعلنوهاش، دي بتاعتكم. وأنت كنت قلت نقطة مهمة في الحلقة اللي فاتت، قلت أنه رمي كلمة إمام دي فيها حاجة كده شكل المعايضة، وأنا أكدت لك وأكدت لأسامة، وده كان بناء على معلومات مؤكدة أنه لأ قرارات الانضباط سوف يتم إعلانها. إيه اللي حصل؟ أنا كابتن شوبير بالنسبة لي اللي أنا شايف الوضع أو المشهد خاص بلجنة الانضباط وإعلان القرارات وتنفيذها من اتحاد الكورة، ده نهاية وكأن مجلس إدارة اتحاد الكورة السابق أبى أنه هو يسيب ولو ذكرى واحدة جيدة، رغم ان انت ماشي وممكن تسيب ذكرى ليك جيده، لا هو حاول لحد اخر لحظه يثبت ان هو كان احد اسوأ الاتحادات في تاريخ الكره المصريه، وانا بقول ده عن قناعه تامه. عقوبات خطورتها في اللي جاي، انت سبت ارث ثقيل جدا لمجلس اداره الكابتن هاني ابو ريده او المهندس هاني ابو ريده، لان هو اصبح هو اللي انتقل اليه العبء باعلان عقوبات، اصبح لا يدع مجال للشك بالنسبة لي أن الأخبار اللي خرجت عبر أحد البرامج عن عقوبة غير حقيقية على إمام عاشور كان هدفها امتصاص أو بالونة اختبار للضغط وعمل موهمات. يمكن لو جوميز مشي زي ما بيقال دلوقتي وعنده جلسة مغلقة مع كابتن حسين لبيب بتجمعهم هما الاثنين فقط لا غير، يمكن إذا مشي تبقى سهلة إعلان. على فكرة والله يا كابتن شوبير بعد أنا سعيد أن حضرتك قلته، يعني لم يكن في بالي، ولكن انا سعيد ان حضرتك قلته. ربما ده يسهل عليهم جدا فعلا الاشتباك او المخاوف او رد الفعل اللي هم كانوا خايفين منه، وبالنسبه لهم خلاص طلع مروان حمدي ونبقى خلصنا من القصه. ولكن اللي عايز اكد عليه ان على مجلس اداره اتحاد الكره برئاسه المهندس هاني ابو ريده ان هو يدرك جيدا نقطه مهمه، ان العقوبه لا تتعلق بفكره حصل في الاتحاد اللي فات ولا الاتحاد الجاي. انت مش هتعرف تعاقب لاعب اساء لجمهور او سب جمهور في اي واقعه جايه عشان خاطر هيقول لك مروان حمدي، مش هتعرف تعاقب مدرب هيعتدي على حكم عشان هيقول لك جوميز. الانديه هتتعامل بده، ده ممكن يهدد المسابقه بالكامل. فالقصه مش في العقوبه بقدر ما هو ان انت ازاي تشتغل على مسابقه صح. وانا ما زلت بقول ان مجلس اداره اتحاد الكره السابق يعني نجح في حاجه واحده كابتن شوبير بامتياز، وهي الفشل. وهي الفشل. كان عايز تضيف حاجه في ده، وكان صديقنا سعيد برضو كان طرح قضيه، لو حابب تقول اتفضل. طبعا يا كابتن، اولا انا عايز يكون في تدعيم
كامل في طريقة إدارة اللجان والاتحاد المصري لكرة القدم. بمعنى أنا حاليا قاعد منتظر أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن عن نتائج اللي وصلت ليها لجنة الانضباط. قاعد مستني من امتى؟ من 17/6. ما لسه ما طولتش. ما انا ما دخلناش في السنه الجديده. 6 7 8 9 10 11 12 12 بقى لك 6 شهور بس. تمام. حسني سيرفس لوكيا ماشي جوميز اللي هو تعاقب. لا ما مشيش عشان بس ما نقولش. تمام انا بفترض نفترض نعم. نفترض نعم. لا ما ده سؤال. مشي جوميز هتطلع تعمل عقوبه ازاي؟ هتعلن ايه بقى؟ عقوبه 6 مباريات على جوميز مدير فني نادي الزمالك السابق ولا هتستناه في حاله انه يعمل يعني راجع زي باتريس كارترون في مره فهتبقى شايل له 6 مباريات ولا هتعاقبه ازاي؟ طب لازم نشوف آلية يا كابتن ان المباراه تتلعب النهارده بعد 48 ساعه بشوف العقوبات من لجنه المسابقات الامر المتعلق بلجنه الانضباط اشوفه معلن ما يبقاش فيه سيطره لان لجنه الانضباط دي لجنه المفترض منتخبه ولا انا فاهم غلط؟ حضرتك ادرى مني. سؤال صعب شويه. هو صعب جدا. مش كانت في انتخابات بين النهارده؟ انتخابات اتحاد الكره واللجان المفترض كان لجان لان كان في جدول اعمال اللجان كده كده موجوده انضباط والله. فهل اللجان دي منتخبه وهل لو اللجان دي منتخبه تقدر اللجان؟ بص يا تسال جوه المنهج يا ما تسالش. بلاش الاسئله اللي بره المنهج. سؤال صعب قوي. طبعا لجنه منتخبه وطبقا للوائح هي لجنه منتخبه زي الفل. وطبقا للوائح كان المفروض النهارده يبقى فيه اما تجديد الثقه في اللجنه القائمه واما انتخاب لجنه جديده للانضباط. واذا كنا عايزين نمشي صح وانا دايما بقول امشي باللوائح. انا مش ضد اي اشخاص. انا ضد من يخرج عن اللوائح. طبعا هي لجنه منتخبه وطبقا للائحه اتحاد الكوره لازم النهارده كنت تعلن انه تجديد الثقه الجمعيه العموميه تجدد الثقه من دي اللجنه الوحيده اللي بتتطلب موافقه الجمعيه العموميه. فانا ما اعرفش الحقيقه هل هنمشي بنفس الاسلوب القديم انه حاجات كلها مستخبيه وليه مستخبيه وايه الصعوبه انها تبقى على الهوا وايه الصعوبه ان الناس تعرفها كلهم ناس افاضل. تجديد الثقه في المستشار شيرين فهمي والافاضل اللي معاه في الجمعيه العموميه تجدد الثقه فيهم كلجنه انضباط والمطلوب منها 1 2 3 4 او توجيه الشكر للجنه وانتخاب لجنه جديده. هو ايه الصعب يا جماعه؟ انتوا صعب انتوا احنا مصعبين الدنيا ليه؟ الامور صعبين ليه؟ صعبه احنا خايفين من ايه بالظبط؟ وعشان كده انا بتكلم لابد ان يكون لجنه منتخبه. اللجنه المنتخبه دي اي امر معني بيها بره لجنه المسابقات يتم الاعلان بشكل واضح جدا عن العقوبات دون اللجوء لفكره اتحاد كره القدم. نبعد عن ادراج اتحاد كره القدم. نعم. انا مش عايز اروح عقوبه تروح لدرج اتحاد كره القدم يقعد فيها 6 شهور ويبقوا مش قادرين ياخدوا القرار ونبدا نلجا لبالونات اختبار لان الامر صعب جدا. ولا يسقط حق وراء مطالب. نعم. مروان حمدي اخطا في حق جماهير النادي الاهلي. وبالتالي يروح الاتحاد. الامر سهل. يجي الاتحاد ايا كان مين يا كابتن مروان مد. الامر سهل والله. يا عم انا مش واقع مع اول ما كابتن شوبير قال جمهور صراحه يا عم مروان الامر يبقى القصه في المدرب. يبقى القصه في المدرب ولا في المدرب يعني هو لو ضرب من المدرجات طيب. ايه المشكله يعني؟ مين اللي امره صعب طيب؟ لو هو ضرب من المدرجات ايه المشكله؟ ما بيخش اوضه اللبس ويدي المحاضره وكل حاجه وبيطلع وما بين الشوطين بينزل وقبل المباراه بيكون موجود. هل المهندس هنا اوريدي لا بص يا كابتن لان القنبله انا قلت ايه؟ الاتحاد كره القدم المصري ده ممكن عشان يعلن العقوبه دي يرميها اخر يوم ويمشي لانه مش هيقدر يواجه جماهير او هيقدر يواجه انديه. هل المهندس هاني ابو ريده عنده القدره ان هو يبدا في اول اختبار حقيقي ملف زي ده ويعلن بمنتهى الوضوح والشفافيه القرارات والعقوبات اللي صدرت من لجنه الانضباط دون اي حساب لاي نادي مهما كانت النتائج؟ لو قدر يعمل ده انا بشوف ان هو هيبقى نجح بامتياز في انه جاي يقول انا جاي اغير الصوره الذهنيه عن 2019. لجنه حكام اجنبيه ولا مصريه؟ لا لجنه حكام اجنبيه بمسؤول فار اجنبي بتثقيف الحكام بتثقيف المحللين في الاستوديوهات. موافقوا؟ موافقوا. وكمان عايز اقول لك ان الامر خلص. خلص؟ والله؟ في خبير تحكيم اجنبي تواصل معه المهندس هاني ابو ريده وانهى الامور وخبير تحكيم اجنبي من الليفل A وكان ومحاضر في الفيفا وحكم في كاس العالم. ما انا بقول هو يعني لو كان ناحيتك كنت اقول لك لا لا راجل جميل زي منتظر توجيه السؤال. ما هو احكي بقى كمل. المهندس هاني ابو ريده خلص مع محاضر في الفيفا خبير تحكيم مشهود له بالكفاءه. عروست؟ لا ما انا الاسم اي كلام. لا مش اي كلام. طب انا اقول لك حاجه مش اي كلام. الاتحاد المصري هيتحمل راتبه
اي كلام برضه. انا ماليش دعوه تحمله ورتبه وتحمله، انا بريد هدفع من جيبه. الاتحاد الدولي اللي هيدفعه يعني. هتحمل ولا هيحصل الاتحاد الدولي؟ اه والله ما هيحصل. ماشي والله ما هيحصل. وحتى لو اعلنوا الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي يعني عشان سواد عيونك، طب ما يتحمل لبروندي، ما يتحمل للكاميرون، ما يتحمل لرواندا، ما يتحمل لتونس. اللي بيسعى عليه المهندس هاني ابو رضا يعني هو يعني هو ابنك انت. وشايلني انا، وشايلني مرتب فعلا. هو مهتم بهذا الشأن، وفعلا مهتم بكلنا يجي كمحاضر. ولكن في نقطه مهمه بقى، كلنا هيجي محاضر اسبوع ده انا عرفته. بس النقطة ده ولا اسمه ايه ده برضه، ولكن في النقطة الأهم بقى، كل ده كل ده احنا ما وصلناش للنقطة الأهم، ولا وصلنا لمشكلة لجنة الحكام. المساعدين المصريين للجنة مين؟ بص أنا شخصيا بوضوح شديد جدا، الناس اللي موجودة دي أنا بحترمها، كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن توفيق السيد، كابتن تامر دري، شايفهم ناس شديد الاحترام وبيشتغلوا في صمت وفي هدوء بشكل جيد، ولو هم موجودين وتحت مسمى جيد مع راجل خبير اجنبي جيد انا ممكن اقول فيه. المهندس انا برضه اروح لحد تاني يا كابتن، نقول عصام عبد الفتاح. اه ما ينفعش عصام انه غير انه يبقى رئيس لجنه. لا هو لن يقبل، ده هو ضد الخبير الاجنبي. على حسب على حسب المحاضر اللي جاي، وعلى حسب العلاقه اللي بتربط كابتن عصام عبد الفتاح بالمهندس انا بريده. ولكن انا عندي اقتراح مهم جدا يا كابتن. انا معاك، متفق معاك في اللجنه الحاليه، وبالمناسبه اللجنه الحاليه دي حاولت تقوم، انا انتقدتها في وقت على الفيديو وطريقه كلاتنبرج. لا ده انا عايز اقول لك ان هم حاولوا يعملوا ده، ولكن اتحاد كره القدم المصري رفض. حاولوا يطلعوا الحالات اللي فيها جدل، ويجيبوا غرفه الفار ما بين حكم الساحه وبين حكم الفيديو، وتم تجهيز الفيديو للجوله الثالثه، واتحاد كره القدم المصري السابق رفض عرض هذا الفيديو. بس عشان اسجل رايي هنا كابتن شوبير، انت قصد حضرتك ان تامر دري يكون موجود في نفس منصبه، ولا يجي مساعد برضو لحد مسؤول عن لا ايا كان؟ انا بس انا شايف انه الثلاثه يكونوا موجودين مساعدين، ما حدش يقود ملف، لان هيحصل تاني كونفليكت وهيحصل تاني. المناصب ايه؟ لكن الثلاثه انا شايفهم. اقول لك الاقتراح يا كابتن، الاقتراح ان الثلاثه مع كامل احترام وتقدير لهم يمسكوا حكام الدوري المحترفين والدرجات الادنى. لا انا لو موجود ارفض. لا انا اصل موضوع القص واللزق ده انا بحبه. ما حضرتك كده كده هتحتاج تيم مصري مع الاجنبي اللي هيجي. القص واللزق ده ليا دور وصلاحيات مليون مرحبا، ما فيش شكر. ما ده دور كابتن، ما دور. لا لا دور المحترفين، صناعه حكام. لا لا هنروح لكابتن وجيه احمد مساعد للجنه الجديده. لا 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 مرت على مدار ال 10 سنين قرروا الغاء التعاقد مع الحكم اللي شتم ليفربول ويورجن كلوب. ده حقيقي وده مظبوط يا كابتن شوبير، وممكن نقارنه بواحد الوقائع التي لم تعرض، وانا باكد لم تعرض، كان فيها تجاوزات في حق احد الانديه في داخل غرفه الفار، وكان فيها اساءه لاحد الانديه. واعتقد يعني ربما كان ينبغي على اتحاد كره القدم السابق، اللي هو للاسف كل حاجه اتحاد كره القدم السابق ما عملهاش، كان ربما ينبغي عليه ان هو كان يصدر نفس القرار طالما سمع ما دار والتجاوزات اللي حصلت. فارس نورتني وشرفتني، سعداء بحضرتك كابتن شوبير، وكالعاده بنكون سعداء في التواجد مع حارس الاهلي، ونتمنى نكون كنا خفاف على الناس. ربنا يخليك اسامه نورتني، بشكرك جدا يا كابتن، ودايما متالق، والحمد لله كان وشنا حلو على النادي الاهلي في كره الطايره، وحققنا الفوز الحمد لله رب العالمين. نجيبكم يوم الكوره طالما بنكسب البرازيل. احنا معاك على طول يا كابتن، احنا بنيجي الاستوديو انما عند العشاء احنا مش مع حضرتك. اه ما هي دي المشكله. استمتعت جدا بالحوار مع فرسان كده. النتيجه كام يا كابتن؟ احنا كنا بادئين 3-0 لحضرتك. 3-0 لا بقت 6-0. لا النهارده عملت سكور حلو. طب الحمد لله. ده شهاده ما تطلعش على نفس النتيجه. اسامه بشكرك شكرا جزيلا، فارس بشكرك شكرا جزيلا، بشكركم اعزائي المشاهدين، يوم جميل في حب الاهلي وانتصارات الاهلي ومبادئ الاهلي. عايزين حاجه؟ السلام عليكم.